بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. إن شاء الله هيكون ضيفي في الجزء الأول من هذه الحلقة الكابتن أحمد عبد الفتاح نجم مصر والنادي الأهلي السابق. أما في الفقرة الثانية كريم سعيد وأحمد ثابت وكلام هام جدا. خليني أبدأ هذه الحلقة وأقول لحضراتكم أن النهاردة النادي الأهلي أعلن أن مجلس إدارته برئاسة كابتن محمود الخطيب هيقوم غدا الاثنين بزيارة نادي الزمالك تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة النادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب. تأتي هذه الزيارة الودية ترسيخا للعلاقات الوطيدة ما بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال. وكان من المفترض أن يلبي مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي والوعكة الصحية للوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي رحمة الله عليه ووفاته قبل 3 أسابيع كانت وراء التأجيل. الجدير بالذكر أن العلاقات المتميزة ما بين القطبي الرياضة المصرية دائما حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرا كبيرا للآخر. على الرغم من المنافسة الشريفة ما بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية، كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة ما بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية. الحقيقة أعتقد أن هي إن شاء الله بكرة هتبقى زيارة مهمة جدا ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي وفي وجود مجلس إدارة نادي الزمالك. الحقيقة أنا بس هقول كلمتين في هذا الأمر لأنه أمر مهم جدا جدا. الطبيعي اللي احنا شايفينه بالمناسبة ما كان غير طبيعي كان اللي بيحصل الفترات السابقة، وأنا الحقيقة مش عايز أتكلم، ولو تاخدوا بال حضراتكم إن احنا ما بنتكلمش على هذه الأمور خالص، لكن ده الطبيعي أن تكون زيارات متبادلة ما بين مجالس إدارات الناديين الكبيرين سواء الأهلي أو الزمالك ويكونوا موجودين الحقيقة كل واحد فيهم. لكن بعيدا عن كل هذه الأمور تظل دائما زي ما البيان حضراتكم شفتوه بالظبط، تظل دائما المنافسات الشريفة موجودة في الملعب، تظل دائما المنافسات ما بين الناديين الكبيرين في الملعب هي الأساس في كل شيء، ولكن المنافسات الرياضية الشريفة بعيدا عن كل حاجة في الصفقات في الألعاب في السلة في الطايرة في الهندبول في كل حاجة هذا هو الأهلي وهذا هو الزمالك، هذا هو الأهلي بأرقامه وهذا هو الزمالك بأرقامه، هذه هي قطبي كرة القدم المصرية، وده دايما اللي احنا كنا بننادي بيه أو ده دايما اللي كنا بنمشي في هذا الاتجاه دائما من خلال مجلس إدارة محترم الحقيقة بقيادة كابتن محمود الخطيب اللي زي ما حضراتكم شايفين دائما لا يقول جهد الحقيقة أنه هو يعمل كل ما يكون له علاقة جيدة بالنادي الأهلي، وهو ده المهم خلال الفترة اللي جاي. أنا بس حبيت أقول الكلمتين دول بسرعة لأنهم كلمتين مهمين الحقيقة. أيضا من الأخبار المهمة والحلوة الجمهور، عندما تتكلم عن الرياضة يجب أن تتكلم أو مش يجب، أنت لازم تتكلم عن أو في بداية كلامك لازم تتكلم عن الجمهور. فأن يكون هناك قرار من رابطة الأندية بالتعاون مع كل المؤسسات المختلفة، مؤسسات الدولة المختلفة للوصول بالعدد الجمهور إلى 20,000 مشجع، كما أكدت الرابطة أن الفترة اللي جاية سيرتفع أعداد الجماهير إلى 20,000 مشجع لكل مباراة من مباريات الدوري المصري، وكذلك نهائي كأس الرابطة للموسم الحالي، وذلك طبقا للطاقة القصوى لكل ملعب. وحرصت الرابطة على توجيه الشكر إلى كل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية طلبها بزيادة أعداد الجمهور. قرار مهم جدا جدا جدا. أنا من وجهة نظري أن هذا القرار هو القرار الأهم خلال هذه الفترة، خلال الفترة اللي احنا بنتكلم فيها دي. أنا وجهة نظري أن القرار ده أهم قرار، لأنه بداية عودة الجمهور بهذه الأعداد أو 20,000 أعتقد أن هي بداية لتصحيح مسار كرة القدم المصرية.
كرة القدم المصرية بتمر بظروف رائعة وجميلة وحلوة وكل حاجة، ولكن في النهاية هتبقى حاجة حلوة جدا 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 ان احنا نشوف في كل مباراة 20,000 متفرج. تظبطها ازاي؟ يعني لما امبي هيلعب مع بيراميدز مثلا هتظبطها ازاي؟ تتظبط. المهم يبقى في 20,000. اعتقد ان احنا مش هنشوف ال 20,000 غير في مباريات اهلي، زمالك، اسماعيلي، اتحاد، المباريات الكبيره الجماهيريه الكبيره يعني، لانه المؤسسات او الشركات ما بتبقاش عندها عدد كافي من الجماهير، وبالتالي احنا عايزين نشوف ال 20,000 متفرج في مباريات الاهلي، وعايزين نشوفهم في مباريات الزمالك والاسماعيلي والاتحاد السكندري. فالحقيقه عندنا مباراة أو عندنا فترة القادمة الجمهور، مش الفترة القادمة، هو في العادي بتاعنا الجمهور هو الأساس في كل شيء. فزي ما حضراتكم شايفين إن شاء الله خلال الفترة القادمة هيكون في 20,000 متفرج. بداية أنا بشكر رابطة الأندية المحترفة على هذا القرار، وأنا عارف إن هم تعبوا قد إيه عشان يوصلوا لهذا القرار في وجود مؤسسات رائعة، مؤسسات مصرية كانت حريصة الحقيقة خلال الفترة السابقة، سواء الداخلية سواء كل الأجهزة المعنية بهذا الأمر، كان لهم دور كبير جدا 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 في عودة الجمهور. نتمنى أن احنا نشوف الجمهور خلال الفترة القادمة في الملعب، الجمهور نفسه بقى يبتدي يرجع الملعب مرة تانية. أنا عارف الموضوع هيبقى صعب في الأول، ولكن بعد كده نشوف الأعداد. صعب بعيدا عن جمهور الأهلي وجهة نظري والزمالك، لكن بقية الأندية احتاجت صعوبة شوية في وجود 20,000 متفرج، أهلي وزمالك واسماعيلي واتحاد. الباقي كله هتبقى الأمور عنده، يمكن البلدية شوية كمان، الباقي كله هيبقى عنده مشاكل. فعشان كده شكرا جزيلا لكل مؤسسات الدولة على بداية عودة الجماهير بشكل طبيعي. إن شاء الله لما نبقى فيه 20 ربنا يسهل كده والأمور تمشي، بعدها بشوية تلاقوا فيه 40 ولا 50,000، تبقى مباراة أهلي وزمالك وتلاقي 40-50,000 متفرج ما بين مقسمين ما بين الناديين، تبقى حاجة حلوة وحاجة جميلة. بعد كده تشوف في استاد الأهلي أو استاد في استاد القاهرة نص الاستاد أو نص ساعة الاستاد أهلي ونص ساعة استاد زمالك زي ما كنا بنشوف زمان أيام ما كنا احنا بنلعب. بعد كده نشوف استاد مصر اللي في العاصمة الإدارية الجديدة، هذا الاستاد الرائع اللي احنا شفناه خلال تمرين المنتخب ما قبل سفره، تجد ان 90,000 متفرج، فهتلاقي نصه يبقى اهلي ونصه زمالك، نصه يبقى اهلي ونصه يبقى اسماعيلي، نصه يبقى اهلي ونصه يبقى اتحاد. تجد المباريات الجماهيريه ان شاء الله اللي تلعب في هذه الاستادات الكبيره والعظيمه والعريقه فيها جماهيرها. انا اللي متاكد منه ان انا حاجه جمهور النادي الاهلي متواجد في كل مباراه ان شاء الله، طبعا على قد ما يقدر. انا عارف ان في مباريات بتبقى في وسط الاسبوع وبيبقى فيها شغل وبيبقى فيها مدارس وبيبقى في امور من هذا القبيل، لكن انا متاكد المباريات اللي هتبقى في الويك اندز والحاجات دي هتبقى كلها ممليه على اخرها. 20,000 متفرج ان شاء الله نجد 20,000 متفرج في بقيه المباريات القادمه. النهارده زي ما قلت لحضراتكم بعض القرارات اللي حصلت، منها قرار ان شاء الله بكره مجلس اداره النادي الاهلي يكون متواجد في نادي الزمالك، ثم هذا القرار بعوده الجماهير المصريه للمدرجات خلال الفتره القادمه. خلينا بقى نروح لمباراه الاهلي وشباب بلوزداد اللي كانت يوم الجمعه، وتعادل الحقيقه ما بين الفريقين. تعادل انا بشوفه بطعم الفوز الحقيقه امام شباب بلوزداد اللي لعب على ارضه ووسط جماهيره. ده قبل المباراة لو حضراتكم تفتكروا كانت الناس تقعد تقول لك ايه هنكسب 2 ولا 3، في ناس كانت بتقول لي هذا الكلام، وناس تقول لي اسلام اصله ده فريق. يا جماعة انا كنت دايما اقول لحضراتكم هذه الامور، يا جماعة المباراة دي صعبة جدا، صعبة جدا. انا لو مكان الفريق اللي بيلعب، لو انا مكان اللعيبة اللي بتلعب في شباب بلوزداد هعمل ايه؟ هموت نفسي، بلعب بطل القارة، بلعب بطل القرن، بلعب النادي الاهلي، فعايز اعمل ايه؟ لو كسبت الاهلي هبقى الاول، هبقى الاول ولسه فاضل لي 3 ماتشات او ماتشين. فعشان كده كنت بقول لحضراتكم دايما ان الماتشات دي صعبه، صدقوني الماتشات دي صعبه. ماتش ميدياما اللي جاي يقول لك اصل ميدياما فريق مش والله هتلاقوه ماتش اصعب من ماتش شباب بلوزداد، لانه ميدياما لو اتغلب هيبقى بره هتبقى ما بين الاهلي وما بين شباب بلوزداد. فميدياما عايز يكسب الاهلي، عايز يكسب بطل القاره، عايز يكسب بطل القرن. نفس الكلام يا جماعه بالظبط.
عشان كده دايما كنت بتكلم مع حضراتكم، يعني الناس تقول لي اسلام انت اصلك مصعب الماتش قوي هذه هي الحقيقه. انا بقول لحضراتكم الحقيقه على قد ما بقدر، او دايما ما باجي اتكلم مع الجمهور بقول الحقيقه، مش بقول اللي انا حاسه، لكن انا بقول الحقيقه، لانه الواحد ياما شاف مباريات زي دي وياما لعب مباريات زي دي مع النادي الاهلي ومع المنتخب ومع غيرهم. فعشان كده الماتشات اللي زي دي الناس بنلاقيها والله تلاقي كنت العب مثلا الاقي الباك ليفت اتفرج على الماتشات واتفرج بيعمل ازاي طول الماتش ما بيتحركش، اللي بيلعب ضدي في الفرقه اللي ضدي يعني ما كنت بلعب في الاهلي، بتكلم في افريقيا في الماتشات الافريقيه، الاقي الباك ليفت اقعد اتفرج عليه الاسبوع كله قبل ما العب الماتش، اقعد اتفرج على الشرايط اللي عندي كلها، كانت شرايط بقى فيديوهات ساعتها وسيديهات اللي هي عارفين الحاجات دي مش فلاشه بقى وبتاع، فما كنا نقعد نتفرج كنت الاقي الباك ليفت ايه اقول ايه ده انا هنزل اقطعه، انزل الملعب الاقي بياكل اناكل الرجل، كنا احنا دايما نقولها لعيبه الكوره يقولها دايما مصطلح بياكل اناكل، مموت نفسه ومبهدل، يعني مش عايز اقول لحضراتكم ليه، لانه بيلعب نادي الاهلي، بيلعب النادي الافضل، بيلعب النادي الاكبر قاريا، بيلعب النادي الاهلي اللي هو احسن نادي في افريقيا، بيلعب بطل النسخه الاخيره من البطوله الافريقيه، وبالتالي بتلاقي الناس مختلفه، بتلاقي اللعيبه مختلفه. اتفرجوا على الماتشات اللي جايه للفرق اللي بتلعبنا وشوفوا هتبقى عامله ازاي. النادي الاهلي لم ياخد اي مباراه رسميه من يوم 28 ديسمبر من ساعه بطوله السوبر المحلي لو تفتكروا. لكن على الجانب الاخر بطل الجزائر كان شغال بيلعب ماتشات الدوري، خاض شبيبه القبائل خاضوا العديد والعديد من المباريات، جاهز واضح طبعا الماتش واضح، مش عايز اتكلم عن المباراه لان المباراه واضحه، اي حد شايف المباراه يقول ان احنا كسبنا بياسر مجموعه خط الظهر، ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم ومعاهم هاني طبعا ومعلول ومن وراهم مصطفى شوبير ربنا يحفظه، ولكن رغم كل اللي احنا بنتكلم فيه ده الاهلي قدر يحافظ على صداره هذه المجموعه. اطمنا واحنا قاعدين بنتفرج، ممكن تكسب من الماتش حاجات تانية غير الثلاث نقط او النقطتين او النقطه، لانه انت كسبت ان انت اطمنت على مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي، وده اللي كنا دايما بنقوله لحضراتكم. من فضل حضراتكم لما نقول ان مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي مستقر بوجود محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء والزنفلي وبقيه ومصطفى مخلوف، احنا ما بنقولش كده علشان نطبل ولا لا، هذه هي الحقيقه. محمد الشناوي مصاب، الحارس الافضل في مصر مصاب، بيجي مصطفى شوبير بيعمل اللي مطلوب منه وزياده امام بطل الجزائر، يعني اربع او خمس تصديات الكل كان بيتكلم عليهم. وبيني وبينكم برضو هناك العديد من الامور اللي حدثت على هامش مواجهه بطل الجزائر تخليك وانت قاعد بتتفرج او انت بتفكر في المباريات القادمه تخليك عندك تفاؤل. عندنا بعض الامور واضحه، اللياقه البدنيه محتاجه، وزي ما قلت لحضراتكم دي تعتبر بدايه موسم ثانيه، لان احنا مريحين من 28 ديسمبر، من 28 ديسمبر بتلعب مباراة أول امبارح، أول مباراة رسمية يوم 16. فعد بقى وقت قد إيه وحاجات قد إيه؟ شهر ونص أو 45 يوم، فكأنك بتبدأ الموسم من أول وجديد. كأنك بتبدأ الموسم من أول وجديد، إن شاء الله ربنا يكرمنا في مباراة ميدياما هتلاقوا المستوى أعلى وأفضل من مباراة الشبيبة. فزي ما قلت لحضراتكم امام شباب بلوزداد، انا اسف انا بروح على شباب القبائل اصلا، فامام شباب بلوزداد، لانه الماتش ده كان صعب، ماتش صعب وامام جماهير صعبه جدا وامام فريق عايز يكسب باي طريقه زي ما قلت لحضراتكم. عموما عديد من الامور اللي حدثت على هامش مواجهه يعني بطل الجزائر تخليك عندك، لو انت من الجمهور هيبقى عندك حاله من الرضا، عندك حالة من الرضا. حالة من الرضا نظرا للظروف مش النتيجة. وأقول ساعتها
او لو انا من الجمهور هفكر ان ماتش مديامة بالنسبه لي هو الماتش الاهم، ودي الحقيقه. لانه كمان خلي بال حضراتكم الغيابات زادت واحد. مروان عطيه هيغيب عن المباراه القادمه بسبب الايقاف. فمليون في الميه مستر كولر دلوقتي بيعمل ايه؟ بيفكر ليل نهار كيف سيحل هذه الازمه؟ مين اللي هيلعب في هذا المكان؟ خصوصا بعد اصابه اليو ديانج. يعني ديانج ومروان عطيه واحمد نبيل كوكا مش موجودين في الماتش اللي جاي. مش موجودين في الماتش اللي جاي. ان شاء الله كلنا ثقه في رجاله الاهلي والجهاز الفني انهم يقدروا يحافظوا على الصداره ويتاهلوا للادوار الاقصائيه والتتويج ان شاء الله باللقب للموسم الثاني على التوالي، لان هو ده اللي يهمنا دلوقتي. احنا بنتكلم، احنا دلوقتي بنتكلم على افريقيا وكل حاجه، بعد كده هنرجع نتكلم عن الدوري واللي بيحصل في الدوري ومباريات الدوري. لانه بيني وبينكم مباريات الاهلي والانديه الغنيه بتكون مباريات صعبه وكلها نديه واثاره. ولكن الحمد لله والشكر لله الاهلي متفوق في تاريخ المواجهات. الحقيقه امبارح من في برنامج الترند كان في موضوع مهم جدا للزميل وصديقي الاستاذ محمد سعيد. محمد الحقيقه ما بيجيب اخبار، بيجيب اخبار مهمه جدا، وواحد من الناس المتالقه الحقيقه دايما محمد سعيد خلال على طول الحقيقه. لكن محمد اشار امبارح لكلمه الكابتن عصام عبد الفتاح والكابتن جمال الغندور في الاحتفاليه اللي اقيمت من الاتحاد المصري للثقافه الرياضيه وتحت رعايه الدكتور اشرف صبحي. وانا هنا الحقيقه هاقف عند كلمه قالها كابتن عصام عبد الفتاح، وبالنسبه لي هذه الكلمه هتقول لي يا عم اسلام ايه اللي رجع الكابتن عصام؟ هفهم حضرتك حالا، اصبر ان الله مع الصابرين. كابتن عصام عبد الفتاح قال كلمة بالنسبة لي كانت كلمة غريبة جدا، وهي كانت بادرة رائعة من الحكام أو من لجنة الحكام اللي موجودة. أنا معرفش مين اللي عمل البادرة دي، ولكن أن يكون كابتن جمال الغندور باسمه الكبير وإسهاماته الكبيرة في التحكيم المصري موجود ويقول كلمة كانت حاجة جميلة جدا. أن يكون الكابتن عصام عبد الفتاح باسمه الكبير وإسهاماته الكبيرة في كرة القدم المصرية وعندما كان حكما يعني، فده كان يبقى رائع جدا. ولكن كابتن عصام الحقيقة في فيديو، من خلال فيديو تعرض، تحدث عن أداء الحكام المصريين في كأس الأمم الأفريقية، وقال إنه أداء الحكام المصريين في كأس الأمم الأفريقية رد للكابتن عصام عبد الفتاح اعتبار، وإن الكابتن عصام عبد الفتاح صاحب نظرية الاحتواء وصاحب نظرية نظريات غريبة كثيرة جدا وروح البروتوكول، يعني حاجات كلها والله ما أنا اللي قلتها، والله أنا لا أسخر وما بضحكش على حد، ولكن هذه هي الحقيقة. صاحب نظرية روح البروتوكول، لما سألنا عن روح البروتوكول قال لك مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها روح البروتوكول، في حاجة اسمها روح القانون لكن مفيش حاجة اسمها روح البروتوكول. مهم، فكابتن عصام قال ان هو تعرض لظلم والحكام جابوا له حقه. انا بس عايز اقول لحضراتكم ان كابتن عصام عبد الفتاح سايب لجنه الحكام بقاله سنتين وشويه او اكتر كمان، ومن ساعه ما انا شفت الفيديو انا مستغرب جدا ان كابتن عصام عبد الفتاح لسه بيكابر ولسه شايف نفسه مظلوم، رغم ان ظلم الحكام المصريين والتحكيم المصري هو اللي ظلم الحكام المصريين، لأن تحت قيادته شفنا أسوأ فترات التحكيم المصري. أنا هنا برضو ما بعيبش في كابتن عصام الشخص، على فكرة كابتن عصام شخصية محترمة جدا من أفضل الناس اللي تتعامل معاها، وانت واقف ويحترمك مهما كان رأيك ومهما كان كل حاجة، ولكن أنا بتكلم على أداء كابتن عصام عبد الفتاح. أنا مستغرب لأنه واحد كان سبب في تراجع منظومة التحكيم من وجهة نظرنا، مش من وجهة نظر إسلام بالمناسبة، ولكن لما تيجي تسأل الفترة اللي فاتت يقول لك من أسوأ الفترات في التحكيم في مصر الفترة الأخيرة للكابتن عصام، ممكن الفترة اللي قبلها كان له دور، ولكن الفترة الأخيرة دي من سنتين ثلاثة كابتن عصام لم يكن موفقا في رئاسة لجنة الحكام. فتخيل حضرتك أن الكابتن عصام عبد الفتاح جاي والناس بتكرم الحكام، فعندما يتم تكريم الحكام يجب، انا بقول اهو، يجب ان يكون الكابتن عصام عبد الفتاح موجود باسهاماته في التحكيم المصري. تخيل حضرتك
انه كابتن عصام عايز ينسب النجاحات اللي بتحصل دلوقتي او اللي حصلت في كاس الامم الافريقيه بينسبها لنفسه وبيعمل لنفسه دور في اللي حصل. لا يا كابتن عصام، حضرتك بعيد، حضرتك لم يكن لك دور في النجاحات اللي حصلت في هذا الامر، وحضرتك لم تكن سببا للاداء المميز للحكام المصريين في كاس الامم الافريقيه. انا هنا واضح وصريح وعندي تساؤلات لحضرتك. هو حضرتك كنت فين يا كابتن عصام لما الحكم الكابتن الدولي كابتن امين عمر كان اقرب حكم في افريقيا للذهاب الى كاس العالم اللي فات في قطر، وللاسف لم يتم اختياره في اللحظات الاخيره، وحضرتك يا كابتن عصام كنت رئيسا للجنه الحكام في مصر وعضو لجنه حكام افريقيا. ده السؤال الاول. السؤال الثاني يا كابتن عصام، مصر كلها تعلم ان الحكم الدولي المساعد كابتن محمود ابو الرجال كان من ضمن طاقم التحكيم الجزائري المرشح لكاس العالم. بالفعل شارك مع كابتن مصطفى غربال في اكثر من مباراه، وفي النهايه انضم لطاقم الحكم بكاري جسامة، ولكن للأسف أبو الرجال لعب مباراة واحدة بس مع جسامة، وكانت فرصته مع غربال أكبر لأن غربال طبعا كمل مع الطاقم بتاعه في كأس العالم للدور اللي بعد كده. حضرتك كنت فين يا كابتن في أمم أفريقيا 19 و21؟ وليه لما حضرتك كنت موجود لم نرى نفس مستوى الحكام في هذه في البطولتين دول؟ السؤال المهم كابتن عصام، بعيدا عن كل هذه الامور، كم عدد اطقم الحكام الاجانب اللي اداروا مباريات في الدوري المصري في عهدك؟ هتقول لي يا اسلام، ممكن كابتن عصام يطلع يقول لي ايه؟ يقول لي يا عم اسلام انت كنت بتطالب او النادي الاهلي كان بيطالب بالحكام اجانب. في بعض الاوقات كنا بنطالب بالحكام الاجانب، ولكن بسبب المستوى السيء اللي وصل له الحكام المصريين. مش الاهلي بس، ده كل أندية مصر. حضرتك كنت سبب في اللي بيحصل ده يا كابتن عصام. نجاح الحكام المصريين في بطولة الأمم الأفريقية لا يجب إن حضرتك تنسبه لنفسك، لأنه ممكن تكون جزء، ولكن هؤلاء الحكام نتاج عمل لجان سابقة زي اللواء عصام صيام وكابتن أحمد الشناوي وكابتن جمال الغندور وكابتن وجيه أحمد وكابتن ناصر عباس وكابتن سيد مراد وكابتن حمدي القاضي وكابتن مجدي رزق وكابتن ياسر عبد الرؤوف وكابتن تامر دري وكلاتنبرج، وقبلهم أو معاهم كابتن عصام طبعا. مش لوحدك يا كابتن عصام، ما عملتش حاجة. حضرتك في الوقت اللي كنت موجود فيه الأمور كانت سيئة جدا. وأنا هنا مرة تانية معلش عشان الناس تبقى فاهماني كويس، أنا لا أتكلم عن كابتن عصام عبد الفتاح الشخص، أنا بتكلم عن إدارة كابتن عصام عبد الفتاح للجنة الحكام. أنا لو جبت لحضراتكم كام حكم أو كام نادي في الوقت اللي كان موجود فيه كابتن عصام رئيس للجنة الحكام اعترضوا على التحكيم وقالوا إحنا عايزين حكام أجانب، هتعرفوا قد إيه إحنا كنا بلاش أقول فاشلين، كانت الدنيا صعبة جدا. عموما يا كابتن عصام دي بداية الموضوع. أنا عندي حاجات كتيرة ممكن أتكلم فيها، ولكن يعني كله في وقته، لأنه أنا ما بحبش كده الحقيقة. أنا بشكر لجنة الحكام أو من دعا كابتن عصام وكابتن جمال وكابتن ناصر وكابتن كل الناس اللي موجودة دي دعاهم أنا الحقيقة، لأن كابتن جمال الغندور ده اسم كبير مهما كان بينا وبين بعض، مش أنا يعني، مهما كان الناس بتنتقد أداؤه برضو ولا حاجة، لكن كابتن جمال لا، كابتن عصام لا، ما ينفعش بنتكلم عليهم كحكام، لا، أسماء كبيرة جدا جدا. كابتن ناصر عباس المراقب والمحاضر الدولي، يا كابتن ناصر ازاي حضرتك يا فندم؟ تحياتي لك إسلام وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. ايه الاخبار من وجهه نظرك كلام كابتن عصام عبد الفتاح؟ ما اعرفش حضرتك سمعته ولا لا الفيديو، ولكن كلام كابتن عصام عبد الفتاح يعني انا شايفه ان هو كلام غير منطقي، ما اعرفش راي حضرتك ايه في هذا الامر. كابتن اسلام اولا بحييك جدا جدا، انت فصلت تماما ما بين الشخصيه لا طبعا واحترام الاخرين، ده شيء مهم جدا جدا وبحييك عليه دايما دايما. يعني الحته دي انت بتراعيها كويس قوي،
احنا كل الناس بنحترمها وبنقدرها، ولكن لما نيجي في الشغل بقى كابتن يا كابتن اسلام، بدايه هسال بس كابتن عصام حاجه مهمه جدا. اتفضل. لو لا قدر الله الحكام ديت لم توفق في البطوله يا كابتن اسلام، كنت هتطلع تقول يا كابتن عصام ان الحكام دي من نتاج عملك ولا كنت هتقول ان لجنه الحكام الحاليه هي السبب؟ كنت هتقول لك كنت انا هرد هقول لك، لو حضرتك بتسالني انا كرئيس لجنه حكام مثلا يعني، كنت هقول لك لا يا كابتن ناصر، لجنه الحكام الحاليه هي لجنه فاشله وهي السبب فيما وصل اليه شكل التحكيم المصري. هو ده كابتن اسلام، ده مربط الفرس زي ما بنقول. النجاح مش عاوزين ان اي حد يعني ياخد النجاح لنفسه. انا اولا انا موجود في لجنه الحكام من 2012 ل 2019، اشتغلت انا وعصام يمكن اول 3 4 سنين شغل، يمكن افضل شغل اتعمل لكابتن اسلام على مدار التحكيم في مصر من 2013 ل 2017. نتاج عملنا مش انا لوحدي ولا عصام لوحده، كان هناك سيد مراد، مجدي رزق، حمد القاضي، احمد ابو العيله، احنا لسه قايلين الاسماء كلها. عجب حاجة، كلنا لجنه اشتغلنا، عصام ما اشتغلش لوحده. مش هقول لجنه ناصر عباس ولا عصام عبد الفتاح، هناك جمال غندور القيمه والقامه الكبيره كان موجود اشتغل، احمد الشناوي اشتغل، كل هؤلاء الرموز اللي هو عصام سام اشتغل. اذا اللي بيحصل يا كابتن اسلام ايه؟ هؤلاء الحكام من 10 سنين احنا بنشتغل معاهم. اذا لما انا اطلع اخش مداخله واقول ان دولت ولادي وان كنتوا رديتوا الحق ليا وانتوا رجعتوا لي مش عارف الظلم والكلام ده، كان طبعا كلام ليس له اساس من الصحه يا كابتن عصام. كابتن عصام انت ظلمت نفسك، ما حدش ظلمك. وانا هنا في قناه الاهلي بتكلم مش عشان في قناه الاهلي. معلش يا كابتن ناصر، بما ان حضرتك انا ممكن، لكن بما ان حضرتك جبت سيره الكابتن عصام، كابتن عصام عبد الفتاح له الحق في الرد على كل هذا الكلام وكل هذه الامور من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. واحنا يعني خلي بال حضراتكم زي ما قلت، يعني انا لو شفت كابتن عصام انا بسلم على كابتن عصام بمنتهى الاحترام والادب والاخلاق، لانه رجل محترم وعمره ما كان بيقابل حد بشكل وحش. دي ملهاش علاقه باللي انا بقوله، ملهاش علاقه بادائه الوظيفي كرئيس للجنه الحكام. عشان كده هنا انا هنا بتكلم بقول انه كابتن عصام بره الشخصيه لا، عندك اخطاء كبيره جدا وكثيره جدا، والنجاح ده اذا كان هناك نجاح وهو بالفعل موجود شفناه في كاس الامم الافريقيه، اعتقد ان هو يجب ان ينسب لكل الحكام المصريين او رؤساء لجنه الحكام المصريين واعضائها خلال الفتره السابقه. كابتن اسلام، في نقطه مهمه جدا، هنتكلم على رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الانجليزي وهو حكم كبير هوارد ويب، اللي ادار كاس عالم، نهائي كاس عالم، وادار أكتر من نهائي دوري الأبطال. وفترة الأخيرة يمكن هارد ويب رئيس لجنة الحكام كان بيطلع، كابتن إسلام أنت أكيد متابع كويس قوي قوي، كانت هناك أخطاء تحكيمية في الدوري الإنجليزي. مفيش تحكيم بدون أخطاء يا كابتن إسلام. وكان كرئيس لجنة كان بيطلع بيشرح الأخطاء وبيقول إن هناك أخطاء، وبيطلع يقول الكلام ده بكل شفافية قدام الناس كلها، مفيش أي مشكلة. ولكن كابتن عصام أنا برضك يعني في نقطة مهمة جدا، كابتن عصام أنت كنت رئيس لجنة الحكام، وللاسف يعني كانت الاخطاء بتحدث وانت كنت بتطلع تبرر الاخطاء وتقول ان مفيش اخطاء. دي من ضمن الامور اللي يمكن يعني كانت مشكله. المشكله الثانيه والسؤال ايضا للكابتن عصام، هو مين اللي جاب الخبير الاجنبي يا كابتن اسلام؟ هو احنا اللي جبناه ولا اتحاد الكره اللي جاب الخبير الاجنبي؟ الخبير الاجنبي جه بعد المشاكل التحكيميه اللي حدثت في الفتره الاخيره، شفنا جلاتنبرج وشفنا يعني اللي جاب الخبير الاجنبي يا كابتن عصام هو انت. احنا عندنا رموز يا كابتن اسلام على فكره كبيره جدا جدا. لا ده حقيقي، وخلي بالك كابتن عصام من الرموز برضه، ولكن طبعا قد يكون هناك بعض يعني كابتن عصام عندما كان رئيسا، وجهه نظري برضه ما اعرفش حضرتك صحح لي، حضرتك ادرى مني، في اوقات اخرى غير اللي فاتت دي على طول كابتن عصام عبد الفتاح كان يعني بيدير لجنة الحكام قبل كده بشكل جيد، ولكن الفترة الأخيرة دي لم يكن موفقا في حاجات كتيرة جدا. بالظبط، هو النهاية كابتن عصام يا كابتن اسلام بتقول ايه؟ احنا يا جماعة احنا يعني النجاح لكل الحكام، الحكام اشتغلت على نفسها. أولا الحكام دي حكام النهاردة بتتعامل مع الاتحاد الدولي ومع الاتحاد الأفريقي، يعني مش بتتعامل مع لجنة الحكام مصر بس يا كابتن اسلام، دي في برامج بيشتغلوا عليها وفي تطوير بيشتغل من الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، هم اشتغلوا على نفسهم واجادوا، ولجان سابقه اشتغلت معاهم. النهارده احنا بنتكلم على التحكيم المصري. بنتكلم على لجنه الحكام حاليه يا كابتن اسلام، فنتمنى ان يبقى في استقرار. وزي ما قلت تاني احنا الامور ماشيه بشكل كويس من وجهه نظري. وان هناك عداله، يعني ما بتكلمش عن الناحيه الفنيه، انا بتكلم على العداله التحكيميه اللي موجوده في اللجنه، ان الحكام كلها
بتاخد حقها، يمكن الحكام الدوليين وانا بقول اهو من خلال برنامج حضرتك يمكن اشتكوا في الفتره الاخيره من ان هم ما بيلعبوش يا كابتن اسلام، وده من حقهم. يعني الحكم الدولي النهارده ما ينفعش ان هو يلعب العدد اللي بيلعبه الحكم الدرجه الاولى. من خلال البرنامج احنا بنحط وجهات النظر بتاعتنا، وانا متاكد تماما ان لجنه الحكام بتسمعنا وفيتور بيريرا بيسمعنا. هم اشتكوا من نقطه ان هم المباريات اللي هم بيلعبوها قليله بالقياس بالمباريات اللي هي بتتلعب في الدوريات الاخرى، على اساس ان هم عندهم بطولات بره. يعني حضرتك هنا بتتكلم على الحكام الدوليين فقط. بالظبط فبنقول هي دي نقطه مهمه، لان الدوليين دايما لابد انك انت تميزهم في عدد المباريات وفي اهميه المباراه يا كابتن اسلام. اوكي. لانك انت بتظهرهم هنا في الدوري المصري. طيب. لان هم بيطلعوا في الدوريات الاخرى بيعملوا مباريات كويسه. يعني نتمنى ان الامور دي تعدي. وكابتن عصام من فضلك كلنا بنحبك وانت شخصيه محترمه وكل حاجه، ولكن يعني الامور تحتاج من وجهه نظري ودي حاجه بقولها لحضرتك يا كابتن عصام، الامور تحتاج الى الصمت قليلا خلال الفتره القادمه من حضرتك. طيب كابتن ناصر اخيرا، هل عندك خبر من سيحكم مباراه الاهلي والزمالك في السعوديه في كاس مصر؟ انا كاس اخر مصر؟ مره كنا في الاحتفال كابتن اسلام، اتكلمت مع الكابتن محمد فاروق. اوكي. وهم كلهم على قرار واحد ان في طاقم تحكيم هيكون موجود في المباراه، طاقم تحكيم مصري. بعض المواقع قالت ان في اجنبي جاي، لا الكلام ده مش موجود. اوكي. وهم حريصين ان هم يحطوا طاقم تحكيم مصري من المجموعه اللي كانت موجوده في بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله. يستحقوا. ان شاء الله باذن الله، اتمنى ان شاء الله يكون متوفيق يا كابتن اسلام. مهم جدا جدا هذه المباراه الكبيره، دايما لما ياخدها طاقم تحكيم مصري وينجح. طيب. دي مش بتسمع بس عندنا، لا بتسمع في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس المراقب والمحاضر التحكيمي الكبير، شكرا جزيلا يا كابتن. اخيرا حاجه بس بسرعه قبل ما اطلع اشوف فقره الاخبار. ميدو اتكلم على كابتن علاء نبيل وقال، احمد حسام ميدو يعني، قال ان يعني كابتن علاء نبيل معهوش لايسنس عشان يبقى مدير فني. الحقيقه انا سالت في هذا الامر تحديدا، قال لك دي حاجه داخليه، حاجه تخص اتحاد كره القدم، واتحاد كره القدم هو اللي بيضع الشروط والضوابط اللي من خلالها بيتم تعيين المدير الفني للاتحاد. كابتن علاء نبيل اسم كبير في عالم كرة القدم المصرية. كابتن علاء نبيل مدرب منتخبات لفترات طويلة مع الله يرحمه كابتن محمود الجوهري. كابتن علاء له نجاحات كبيرة خلال الفترة السابقة. هو طبعا يعني ميدو بيحاول يخبط في الاتحاد في هذا الأمر، ولكن إذا كان ميدو بيقول إن هذا الأمر يعني إن كابتن علاء معوش اللايسنز اللي هي البرو، فأنا الموضوع بسيط، لو كابتن علاء معاه البرو يطلع البرو، معوش البرو يقول يا جماعة أنا معيش البرو هبتدي أخدها الفترة اللي جاية، ولكن ليس لها علاقة بموضوع إن أنا أبقى مدير فني أو مش مدير فني. الموضوع أبسط مما نتخيل، الناس مكبرة وعمالة تكبر في الموضوع، أبدا الموضوع أبسط مما نتخيل. كابتن علاء معاه يقول إن هي معاه، أنا ما سألتوش، ما سألتش كابتن علاء، لكن لو مش معاه بسيطة برضه. إذا كانت لوائح الاتحاد المصري تجيز إنه المدير الفني للاتحاد يكون بدون معاه مثلا A و B و C، معوش مش لازم يكون معاه البرو، خلاص يبقى يتم إجازتها، لأنه دي لوائح داخلية ليس للاتحاد الدولي بها علاقة وليس للاتحاد الأفريقي بها علاقة. كابتن علاء نبيل من الأسماء المعروفة في مصر يعني، فأنا مش عايز المواضيع دي تكبر، لانهم في الاخر الكابتن علاء هو المدير الفني لمنتخب، هو المدير الفني انا اسف للاتحاد المصري لكره القدم خلال الفتره القادمه. اخيرا برضو حاجه مهمه، قريت خبر النهارده للكابتن محمد عبد الشافي نجم مصر ونادي الزمالك اصيب بالرباط الصليبي. الف سلامه يا كابتن محمد. كابتن محمد عبد الشافي بالمناسبه وانا بتكلم عن محمد عبد الشافي، من يومين ثلاثه كده اتكلمنا عن الاساطير والفارق ما بين الأساطير والنجوم. أنا بعتبر أن كابتن محمد عبد الشافي، مش أنا لوحدي، كثير من الناس العاقلة بتعتبر أن كابتن محمد عبد الشافي من أساطير نادي الزمالك. ليه؟ لأنه كابتن محمد عبد الشافي رجل محترم، عمرك ما بتسمع منه كلمة وحشة على أي نادي في مصر،
عمرك ما بتسمع كلمة وحشة منه على أي حد من زمايله، عمره ما بيمسك الجزمة لحد، عمره ما بيبصق على حد، ما بيعملش الكلام ده. يعني أنا بتكلم هنا بشكل عام. فمحمد عبد الشافي أنا شخصيا بعتبره من الأساطير، أساطير مصر وأساطير نادي الزمالك، لأنه من الأسماء الكبيرة جدا جدا والأسماء المحترمة. ألف سلام عليك يا محمد، وإن شاء الله إن شاء الله عبد الشافي يرجع بالسلامة لنادي الزمالك ولجمهوره ولمحبيه في مصر كلها، مش في نادي الزمالك بس، إن شاء الله خلال الفترة القادمة. وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية. ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن أحمد عبد الفتاح عشان نقول له الأول الحمد لله على السلامة، ونشوف تجربته في ليبيا كانت عاملة إزاي، وبعد كده نتكلم عن النادي الأهلي والمباراة السابقة والمباراة القادمة. بعد الفاصل أو بعد هذا التقرير أو تقرير الأخبار نطلع فاصل، وبعد الفاصل كابتن أحمد عبد الفتاح في ضيافة البيت الكبير. تنطلق غدا الاثنين تدريبات المارد الأحمر تحضيرا لمواجهة ميديام الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد منح الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر راحة سلبية ل 48 ساعة لتفادي الإجهاد والإصابات بين اللاعبين. حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 فوزا بهدفين لهدف على بيراميدز، وبهذا الفوز يواصل صدارة دور الجمهورية للشباب. أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة زيادة أعداد الجمهور إلى 20,000 مشجع لكل مباراة في الدوري المصري، وكذلك في نهائي كأس الرابطة للموسم الحالي، وذلك طبقا للطاقة القصوى لكل ملعب. وحرصت الرابطة على توجيه الشكر إلى كل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية طلبها بزيادة أعداد الجمهور. تألق نجمنا الدولي المصري عمر مرموش مع فريقه أينتراخت فرانكفورت في المباراة التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف أمام فرايبورغ ضمن منافسات الدوري الألماني، إذ تمكن من تسجيل هدف وصنع هدفين، وبهذا الهدف رفع عمر مرموش رصيده من الأهداف في الدوري الألماني إلى 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة. واصل الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فريق الهلال تألقه اللافت خلال الموسم الحالي بعد أن سجل هدفين في شباك فريق الرائد ضمن الجولة العشرين من منافسات الدوري السعودي، وكسر ميتروفيتش الرقم القياسي له في تاريخ مشاركاته بالدوريات بشكل عام بتسجيله 11 مرة على التوالي، كما وصل اللاعب لمساهمته رقم 33 مع الهلال خلال 29 مباراة فقط، حيث أحرز 28 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة. خلى التشكيل المثالي لمباريات ذهاب دور 16 لمسابقة دوري أبطال آسيا من اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي رغم إسهامه الكبير في فوز فريقه على الفيحاء في ذهاب دور 16 لدوري أبطال آسيا، حيث أصبح في رصيد الدون 4 أهداف بالإضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة في 5 مباريات لعبها ضمن البطولة. احتاج النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى 79 مباراة للوصول إلى هدفه رقم 50 مع فريقه برشلونة الإسباني، وللوصول للمركز الثالث بقائمة برشلونة الذهبية للأسرع وصولا إلى 50 هدفا بقميص الفريق الكتالوني، بعد أن سجل المهاجم البولندي الثنائي في آخر مباريات حيث قاد فريقه للفوز 2-1 على سيلتا فيغو، ويتصدر قائمة الأسرع وصولا إلى 50 هدفا بقميص الفريق الكتالوني، بعد أن سجل المهاجم البولندي الثنائي في آخر مباريات حيث قاد فريقه للفوز 2-1 على سيلتا فيغو، ويتصدر قائمة الأسرع وصولا إلى 50 هدفا بقميص برشلونة سامويل إيتو ولويس سواريز، واحتاج كل منهما ل 68 مباراة فقط. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد عبد الفتاح. ازيك كابتن؟ كابتن اسلام، اهلا بيك. الله يسلمك، وحشنا.
الله يخليك. اتاخرتش تك تك. لا انا كنت هنا قبل ما اسافر بيومين برضه. انا بقول لك ما اتاخرتش. لا بالليل بقى لنا 4 شهور يا كابتن. 4 شهور اه. 4 شهور بيعدي بسرعه. اخبار ليبيا ايه والشغل في ليبيا؟ والله يا كابتن بص هو يعني الواحد اكيد صعبه شويه. اكيد استفدنا طبعا من تجربه طبعا. الدوري الليبي اول مره تشوف دوري جديد. الحلو في الدوري هناك كابتن الجمهور. اوكي. الجمهور كل واحد بيغير على فرقته. تلاقي المباراه مثلا النادي الاهلي مثلا بنغازي تلاقي 30-40 ألف والله ملعب في وعاملين جو للدوري بصراحه. كانت حاجه ممتعه بالنسبه بقى للنادي اللي احنا كنا رايحينه نادي المروج الليبي. طبعا كابتن تعرف كابتن احمد ايوب المدير الفني. كابتن احمد ايوب كابتن المدير الفني ومعانا كابتن شادي الجيلاني محلل الاداء ومعانا محمود فهمي معد بدني وكابتن تامر الدسوقي من نادي الاهلي برضو مدرب حراس مرمى. جهاز فني كنا رايحين فرقه المروج دي كانت فرقه لسه صاعده من بقى لهم 22 سنه في الدرجه الثانيه. اول سنه اول سنه السنه دي دوري ممتاز بعد فتره طويله جدا. بس الجمهور هناك بقى غيرنا في مصر. احنا اي فرقه بتبقى صاعده للدوري الممتاز بيبقى عندهم يعني فاهمين ان الموضوع اول سنه لازم تاخد الدوري. هم عايزين جيتس. انت جاي لازم تاخد الدوري. فهم مش متقبلين اي هزيمه. احنا عشان عندنا عايزين نبقى في حته معينه في الدوري في الجدول. هنخسر هنتعادل هنكسب. فالمهم في الاخر ان الفرقه تقعد في الدوري. لا هم عايزين ياخدوا الدوري. فحصل مشاكل كتير بس بصراحه رئيس النادي الاستاذ عبد الفتاح الناضوري من رؤساء النادي المتفاهمين جدا. هو على فكره احنا عملنا معسكر في النادي الاهلي هنا في مصر وجينا النادي الاهلي وهو جه وتصور في النادي الاهلي وكان مبسوط جدا. راجل بيحب اولا البلد بتاعته. بلد المرج دي بلد صغيره بس ليها جمهور قوي جدا هناك. بيدعم الفرقه. هو اللي بيصرف على الفرقه طبعا. عمل مجهود كبير جدا مع الفرقه. معانا برضو كان هناك. كان عايزه من خلالك اشكر في ناس كان تعرف احنا برضو في غربه طبعا. حمو الدرسي ده كان مدير الكوره. راجل كان معانا في كل وقت. هو ونوح المسماري برضو مدير الاعلام هناك. الناس دي كانت في ظهرنا وكانوا معانا. والجمهور برضو احنا سيبنا الفرقه في المركز السابع. اوكي. هم كانوا عايزين ياخدوا بقى يعني تالت سابع من 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 10 فرق. في فرقه واحده بس بتنزل. هو ناقص لسه في 6 أسابيع بس. احنا حسينا ان الجمهور بدا يعني يزوم خلاص. يزوم. اوكي. وبدا يضغط على رئيس النادي. فكابتن احمد في الوقت ده قال عشان بس الناس ما تزعلش مننا احنا عملنا شكل كويس عملنا مباراه كويسه جدا. قدم اعتذار للراجل. فالراجل كان قال لك محتاج بس شويه وقت لغايه ما يجيب جهاز فني. بس الحمد لله اتراضينا والموضوع بقى كويس. الدوري الليبي يا كابتن فيه ناس مدربين مصريين كتير جدا. يعني كابتن كان عماد اعتقد. كابتن عماد احنا اخر مباراه كانت بيننا وبين كابتن عماد. بس كشري. احنا كسبنا كشري في مباراه وكشري مشي بعديها. احنا المباراه دي كابتن عماد كسبنا احنا مشينا بعديها. في مصطفى مرعي برضو من المدربين اللي في فرقه التعاون هناك عامل سنه كويسه جدا. كسبنا احنا التعاون فرقه كويسه جدا. كسبنا احنا 2-0. الدوري مجموعتين. مجموعه بنغازي ومجموعه طرابلس. طرابلس فيها برضو مؤمن سليمان ماسك الاتحاد وكان سمير كمونه ماسك فرقه اسمها الخمس بس برضو سابها ومشي. فالدوري كان فيه وفي كرم جابر برضو ماسك فرقه. فالدوري الليبي فيه حوالي او سبع مدربين. في بدايه الموسم كان فيه 7 مدربين. فهو دوري قوي جدا ونتمنى ان شاء الله نعمل تجربه تاني بس مع فرقه ان شاء الله تكون بتنافس ان شاء الله باذن الله في الفترات الجايه. كل التوفيق ان شاء الله للدوري الليبي. اكيد طبعا. اكيد افضل وافضل خلال الفتره القادمه. كابتن الاهلي وتعادله سلبيا في مباراه شباب بلوزداد. شفتوا ازاي في ظل ان اداء الاهلي لم يكن جيدا في هذه المباراه من وجهه نظر كثير من الجمهور الاهلي؟ بس ده طبيعي يا كابتن اسلام. انت عارف احنا بقى لنا فتره قد ايه من ساعه توقف بطوله افريقيا. صحيح. ومجموعه من اللعيبه اللي كانت حتى اللي كانت مع المنتخب لو اتكلمنا مثلا حتى في لعيبه كتير ما لعبتش. يعني لو اتكلمنا في تشكيل النادي الاهلي في المباراه دي في ناس كتيره ما كانتش موجوده بقى لهم فتره طويله جدا. بس اللي كان بيلعب بطوله ممكن معلول لعب مباراه في بطوله افريقيا. محمد هاني لعب مباراتين. لكن التشكيل كله مع غياب بيرسيتاو لا معظم 70% من النادي الاهلي مش موجود بقالهم كتير جدا ما لعبوش حوالي طيب. مثلا 40 يوم وده طبيعي. فورمه المباراه لسه ما جاتش. كنت اتمنى ان احنا ناخد جوله او في الدوري العام قبل ما نلعب المباراه دي. كان شكل اللعيبه هيفرق. شكل اللعيبه كان في الملعب كان العامل البدني وفورمه المباراه كانت مختلفه. لكن الحمد لله طلعنا من المباراه اللي احنا عايزينه. نقطه مهمه جدا في ملعب في الجزائر
الحماس القوي جدا للفرقه اللي هي برضو هم عايزين ياخدوا 3 بونت، عايزين يبقوا في المركز الاول. احنا بنحافظ على الاقل، احنا بنيجي نلعب في ماتشات زي دي نقول للعيبه لو ما كسبناش ما نخسرش، يعني بتحافظ على الفرق البونت 6 بونت. دلوقتي عندنا جولتين ان شاء الله نقدر نجمع فيهم نقط كويسه ونبقى في المركز الاول ان شاء الله. كابتن اسلام، مباريات يعني صعبه، هي ليه قبل الماتش ده كانت الناس رايحه فكره ان الماتش ده سهل؟ ما اعرفش ليه، مع اننا تعادلنا في الجوله اللي كنا لسه من قبل البطوله شويه، شفنا الفرقه طبعا محترم. اقل مننا فنيا وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت ماتش يعني مش اقل مننا فنيا يبقى ماتش سهل. لا طبعا، انت شفت بطوله افريقيا دلوقتي يا كابتن، البطوله قبل اي مباراه دلوقتي خلاص مفيش، مش كل فرقه فيها ميسي ورونالدو عشان تحس ان الفرقه هتكسب اي حد بالظبط. يعني فالمباراه اي مباراه دلوقتي انت مش عارف مين هيكسب مين. لكن طبعا النادي الاهلي بطل افريقيا، اي مباراه بيلعبها جمهوره واثق ان النادي الاهلي هيكسب اي حد. لو الفرقه اللي بتلعبك طبيعي، لكن لك فرقه الجزائر شباب بلوزداد فرقه محترمه قدام جمهورها، لا طبيعي جدا المباراه تبقى بالشكل ده. طبعا من خلال المباراه اكيد من خلالك وبشكر مصطفى شوبير، قدم مباراه على اعلى مستوى وده اللي كنا احنا منتظرين منه، دوره بالظبط وكنا منتظرين منه ده، وده اللي خلى يعني اولا ثقه مجلس الاداره، ثقه جمهور النادي الاهلي في مصطفى ان هو ياخد فرصته، وان شاء الله نتمنى له التوفيق المباراه اللي جايه كمان ان شاء الله. لكن الشوط الاول تحديدا في هذه المباراه انت شفته ازاي من الناحيه الفنيه؟ اكيد كان في الفريتين في تحس ان جس النبض في اي مباراه 10 دقايق بس، تحس ان الشوط كله كان جس نبض كله قلقان. الفريتين مش بيفكروا انه يكسبوا، لا الفريتين خايفين يخسروا، ودي اي مباراه اي فريتين بيبقوا خايفين يخسروا، تحس ان مفيش مجازفه شويه. الشوط الاول بالذات ما كانش فيه مجازفه شويه هجوميه. بس يقول لك مجازفه ايه، ما انا لاعب بطاهر وحسين لا مفيش مجازفه في اللعب، اللعيب نفسه اللعيب نفسه في الملعب في الملعب قلقان ان هو يفتح خطوطه، اللعيبه في الملعب قلقانين يفتحوا قوي، فتحس ان الطابع الدفاع جوه المباراه اكتر شويه من الطابع الهجومي. اوكي، فده اللي بان اول لعيبه النادي الاهلي وبان برده على شباب بلوزداد. الشوط الثاني حصل تحرر شويه، يعني ايه بدا خلاص فرقه شباب بلوزداد بالذات عايزه تضغط، عايزه تلحق ال 45 دقيقه تحاول تجيب جون. النادي الاهلي راح بكام هجمه مرتده، لكن المباراة وصلت للنتيجة اللي هي العادلة للمباراة. أنا شايف مفيش حد كان يستاهل إنه يكسب، هي المباراة عادلة بالنسبة للفرقتين التعادل. ولكن في النهاية شباب بلوزداد قدم مباراة، يعني حتى لما تيجي تبص على الأرقام والبدأ هتلاقي إن هم طبعا فرصهم كانت أكتر بان، وكانوا متفوقين في بعض الأوقات وده طبيعي، تلعب مباراة خارج ملعبك، تلعب مباراة قدام جمهور قوي جدا بيدعم فرقته ده طبيعي. المهم انت الفرق الكبيره ازاي تحافظ، عندك برضه غيابات كثيره اكيد بيرسي تاو، يعني مجموعه كبيره من الغيابات، بنتكلم عن بيرسي تاو، بنتكلم 11 لعيب لعيبه كتير جدا لو اتكلمنا فيهم كتير جدا. لكن يعني لو رجعوا الماتش اللي جاي يعني طبعا مدياما مدياما برضه حاجه تانية خالص، يعني انت 11 لعيب عندك كتير اكيد طبعا اكيد. احنا اول مره نشوف نص ملعب النادي الاهلي بالشكل اللي بيلعب مروان واكرم وامام عاشور، مثال الثلاثه اول مره لعبوا جنب بعض. اول يعني مره اكرم اللي دخل اكرم هو بالظبط عشان كده اول مره بالظبط بالظبط كده، فاول مره الثلاثه لعبوا جنب بعض. لكن انا شايف ان كل واحد ادى دوره زي ما بقول لك، هي بس فورمه المباراه مع رجوع اللعيبه ان شاء الله المباراه اللي جايه ان شاء الله شكل النادي الاهلي بيختلف باذن الله. يتغلب ازاي كولر على هذا الكم الكبير من الغيابات؟ انضم للغيابات كمان مروان عطية اللي لن يلعب المباراة القادمة بسبب تراكم البطاقات، 3 بطاقات صفراء وبالتالي لن يلعب المباراة القادمة. أكيد طبعا مروان من اللعيبة المميزة جدا، من أحسن اللعيبة دلوقتي بتلعب مركز 6 في مصر. لكن النادي الأهلي مليء باللعيبة اللي ممكن تلعب في المكان ده، ممكن نشوف عمر السلاية في المكان ده، ممكن نشوف أي لعيب يلعب في المكان ده. ديانج مصاب، ديانج مصاب برضو، كوكا مصاب، كوكا برضو ممكن يلعب في الحتة دي، فما عندكش غير اكرم توفيق ممكن يلعب في الحته دي، اكرم ممكن يلعب في الحته كويسه في الحته 6 دي يشتغل فيها كويس قوي. لكن احنا متعودين على كده، النادي الاهلي معودنا ان زي ما الاهلي بمن حضر، فنتمنى ان شاء الله ان هو يقدر يتغلب على الموضوع ده، زائد كمان لعيبه النادي الاهلي يكون عندهم هم عندهم القصه دي على طول، المسؤوليه ان احنا بنتغلب على اي حد على اي ظروف على اي مشاكل في الفرقه، وان شاء الله التوفيق يبقى معانا ان شاء الله المباراه الجايه يا كابتن اسلام يا رب ان شاء الله. عموما خلونا نطلع نشوف تقرير عن النادي الاهلي بيغلق صفحه شباب بلوزداد ويفتح
صفحه مدياما الغاني ان شاء الله يوم الجمعه القادم. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. بعد حفاظه على سجله خال من الهزائم في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا حامل لقبه بثلاث انتصارات وثلاث تعادلات، واصل المارد الأحمر صدارته لمجموعته رغم سيطرة التعادل دون أهداف على المواجهة أمام شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة. أغلق المارد الأحمر ملف المباراة السابقة وفتح ملف المواجهة المقبلة أمام ميدياما ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة القارية. تصدر المارد الأحمر مجموعته الرابعة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز على ميدياما الغاني بثلاثية والتعادل أمام يانج أفريكانز بهدف لكل منهما، ثم التعادل مع شباب بلوزداد دون أهداف في الذهاب والإياب، وهو ما حققه الأحمر للمرة الأولى بأن يتعادل في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم عام 2012 و2013 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية. الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قرر مد الراحة السلبية للاعبين لتستمر ل 48 ساعة على أن يبدأ الفريق تدريباته الجماعية يوم غد الاثنين في محاولة للتغلب على حالة الإجهاد لدى اللاعبين وتجنب الإصابات. كما قرر الجهاز الفني طي صفحة مباراة بلوزداد التي غاب عنها أبرز الأسلحة للمارد الأحمر بسبب الإصابات التي ضربت لاعبيه الدوليين، والتحضير الجيد لمباراة ميدياما خاصة وأن نقاط جميع فرق المجموعة باتت متقاربة، والعمل على دراسة المواجهة السابقة بكل تفاصيلها وتحديد نقاط قوة وضعف اللاعبين والعمل على تصحيحها وتجهيز الفريق في أسرع وقت لحظ نقاط المباراة المقبلة لضمان التأهل لدور الثمانية قبل أن تشد بعثة الأهلي الرحال إلى غانا بعد غد الثلاثاء، ليحل المارد الأحمر ضيفاً على ميدياما يوم الجمعة المقبل التي سيحتضنها ملعب كاب كوست رافعاً شعار الفوز لا غير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. برضو كابتن أحمد، المباراة اللي فاتت أنا بشوفها أنها بداية موسم جديد، لأن قعدت 43 يوم بعيدا عن لعب المحلي، وبالتالي بشوفها كبداية موسم جديد. أول مباراة بتبقى الأمور مش كويسة قوي، بعد كده بتبقى أفضل وأفضل وهكذا. أكيد طبعا حضرتك. أكيد طبعا فورمة المباراة تحس إن اللعيب دلوقتي 50% من فورمته، لعبه كتير جدا. انا شايف ان من نجوم المباراه ياسر ابراهيم، تحس ان هو فورمه، تحس ان ياسر ما شاء الله فورمته كانه مثلا يعني بيلعب بقاله بتاع 10 15 ماتش، بس ياسر متماسك جدا. لكن معظم اللعيبه برده محمد عبد المنعم قدم مباراه جيده جدا، لان محمد برده خد كل الماتشات في بطوله افريقيا كويس. واخد ال4 ماتشات لعبهم في بطوله افريقيا، ففي لعيبه ده طبيعي اللي احنا بنشوفه، ده طبيعي يعني، بس ان احنا عايزين سرعة بقى ان اللعيبه ترجع بسرعه، تخش في الملعب تخش بسرعة. المباراه بسرعه، فتخش دي تخليه تطمن اول لعيبه جمهور النادي الاهلي، تطمن مجلس ادارته، لان انت عارف ان احنا جمهور النادي الاهلي لا يقبل الا الوصول للمباراه النهائيه. صحيح، مش هقول لك ناخد البطوله، لا، نوصل للمباراه النهائيه، خلاص تعودنا على كده. ان شاء الله نتمنى التوفيق ونوصل للمباراه النهائيه، وان شاء الله تكون البطوله حلفتنا السنه دي. بس برضو زي ما بقول لك، لازم نتغلب على الظروف دي، لازم نتغلب على حجم الاصابات اللي جت دي كلها. ان شاء الله نشوف فرص جديده للعيبه ما لعبتش الفتره الجايه، صفقات جديده. لو بنتكلم في وسام، بنتكلم في عمر كمان، بس عمر كمان مش يعني مش مقيد افريقيا. هي دي المشكله، بس نشوفهم في الدوري يعني. اتمنى ان شاء الله تكون صفقات تضيف لفريق النادي الاهلي ان شاء الله. طيب، طريقه اللعب اللي يلعب بيها بقى في مباراه ميدياما، خصوصا ان هي مباراه فاصله، خلي بالك، او فارقه في طريقه اللعب، هل ستكون طريقه اللعب انتظار الميدياما واللعب على الهجمات المرتده، ولا يلعب بطريقه النادي الاهلي
اللي هي الضغط الامامي, وده ما حصلش غير لما في الاوقات اللي حصلت في مباراه شباب بلوزداد بان لك الشكل الهجومي. نعم بان الشكل الهجومي الفريق, بان الشكل النادي. وانا اتوقع برضو انك انت بتلعب ميديما زي ما بتلعب, مش زي ما بتلعب شباب بلوزداد طبعا اكيد يعني, بس خلي بالك ميديما عنده فرصه. بس هو انا متحس احساس يعني في طمع شويه. طريقه اللعبه ما بتختلفش, هو بيلعب 4 3 3 مش هتختلف. هو فكر مستر كولر الشكل ده بيلعب بيه على طول, بيدي حريه الاثنين النص الملعب, واحد ستة بيقف واثنين تمانيتين بيروحوا ويرجعوا بيهاجموا ويدافعوا. ده ممكن عجبني جدا قفشه لما نزل المباراه اللي فاتت, كان بصراحه تغيير مهم جدا, وظهر ان قفشه فايق واداء النادي الاهلي اتغير مع وجود قفشه. يعني رايك ان قفشه يبدا؟ ممكن وفي نسبه كبيره جدا ممكن نشوفه جنب امام عاشور مع لعيب مع واحد زي ما بقول اكرم ستة, ممكن وارد جدا. انا شايف ان قفشه لما نزل كان مميز جدا, وكان هنقول ايه فوق فرقه النادي الاهلي هجوميا. فاتمنى ان شاء الله زي ما بقول لك هيبقى في, انت بتقول لي هنلعب ازاي, ممكن في طمع شويه, هيبقى في مجازفه شويه, احساس ان المباراه تبقى مفتوحه مش زي شباب بلوزداد. بعيد عن الاجواء بقى يعني. ان شاء الله باذن الله حاسس ان في مجازفه شويه, في طمع شويه, نفكر ان احنا نكسب من اول دقيقه, هنلعب اكننا بنلعب في استاد القاهره هجوميا, وان شاء الله يكون. بس المهم يكون ايه التوفيق حالفنا في اليوم ده, ولاعبتنا ان شاء الله يكونوا فايقين اليوم ده, مهم جدا ان يكون لعبتك فايقين اليوم ده. رجعنا الجمعه او لعبنا المباراه الجمعه, رجعنا السبت, وبالتالي هنسافر الاربع, فما عندكش اي مشكله بس. اعتقد اجهاد. لا خالص, زمان كمان اجهاد وانت بقالك 40 يوم ما بتلعبش ماتشات. لا خالص, اجهاد ده كابتن لما تكون 4-5 ماتشات ورا بعض, وكل فرق من كل مباراه 3 4 ايام. احنا بقى لنا في لعيبه بقى لها شهر ما بتلعبش, لسه الاجهاد بعيد قوي, لسه مختلفه تماما كمان عن الماتشات الرسميه. بالظبط, لسه قدامنا شويه, لسه قدامنا شويه على موضوع الاجهاد ده, هيحصل قدام شويه. انت عارف عايزين احنا برضو في الدوري احنا لاعبين عدد مباريات قليله جدا, هيجي وقت طبعا اللعيبه هيوصلها, بس ان شاء الله احنا السكواد بتاعنا بتاع النادي الاهلي نقدر. مستر الكوره بيعرف يشتغل الحته دي كويس قوي, بيعرف يعمل روتيشن بين اللعيبه كويس قوي, بيعرف يغير تشكيل المباراه, بيعرف يريح اللعيبه في وقت معين لما بيكون في اجهاد. لكن دلوقتي مفيش اجهاد خالص للعيبة, وان شاء الله نقدم مباراه على اعلى مستوى باذن الله يا رب ان شاء الله. خلينا نطلع فاصل, وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع كابتن احمد عبد الفتاح, وكلام هام او كلام فني هام جدا في كره القدم سواء النادي الاهلي او حتى الدوري العام المصري. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن, شايف الدوري المصري ازاي خلال هذه الفتره, او بدايه الدوري المصري بعد توقف شهر وشويه؟ بص, انت عارف الفتره اللي فاتت كنت غايب طبعا, انا في الدوري الليبي هناك كنت بتفرج يومين ثلاثه اللي فاتوا, اتفرجت بقى شويه لسه كنت بتفرج على بيراميدز والاتحاد. مباراه كانت بيراميدز كسب 1-0, كسب كان بيراميدز من اول مباراه هو متفوق, ضيق جاب جونين بس الفار رجعوا للفار واتلغوا. كان هو المتفوق بيلعب على ملعبه, الاتحاد حاول ان هو يخطف بونت لكن زيد قدر يخطف بهدف المباراه بيراميدز. بالظبط كده. زد كان بيلعب مباراه ثانيه وكان الاهلي وتعادل 1-1, كان كسبان 1-0 والبنك الاهلي جاب هدف عكسي 1 بالظبط كده, وام بي وسبعه 0-0. طبعا هنتكلم برضو في نفس الموضوع, لسه اللعيبه الفورمه لسه ما رجعتش اكيد. طبعا اكيد لعبوا بطوله الرابطه اكيد, لكن الرابطه شيء وبونت في الدوري شيء ثاني خالص. كله في الدوري بونت, كله بيلعب في الرابطه بيلعب جيم مفتوح, كله عادي جدا اتغلي بكسب عادي جدا. لكن كل واحد بيلعب في الدوري عارف هو داخل المباراه عارف عايز منها ايه, اللي بيفكر عايز بونت, اللي بيفكر يكسب, ففي حذر شويه, البونت ليه تمن, فده بيخلي قلق شويه بالذات في البدايه. وانت عارف ان برضو احنا دلوقتي بقى تغيير المدربين بيحصل في ماتشين ثلاثه, فكله بسرعه. اول المدربين قلقانين, في ساعات مدربين قلقانين يقول لك ايه اتعادل احسن ما اخسر. الخساره بتعرضني ان انا امشي بسرعه, التعادل ممكن يعني اجل شويه. انت عارف كتير جدا دي عقليه موجوده كتير جدا في الدوري المصري, طول ما انت بتتعادل مش مشكله عادي تاجل شويه, لكن تخسر مباراه ثانيه والثالثه تبدا بقى الاقاويل في الانديه لا احنا لازم نغير. ودي طبعا انت عارف المشكله, الحاجه الوحيده اللي بتتغير خلال الموسم المدرب, مفيش لاعب بيتغير. صحيح, مش هقدر اغير اللعيبه. صحيح بالظبط كده, فين النقطه؟ فده غصب اي مجلس اداره بيفكر في كده. فلسه برضو اكيد الدوري هيسخن. كنا بنشوف ان الفترات اللي فاتت امبي مثلا اول الدوري, وزد برضو اول, النادي الاهلي لسه ما لعبش جميع ماتشاته, والزمالك برضو كده. لكن الموضوع هيسخن الفترات الجايه, هتلاقي بقى في ضغط المباراه, هنبدا نستمتع, هتلاقي ضغط
كمان قرار ان الجمهور يرجع ب 20,000 ده قرار رائع بصراحه، لان الجمهور بيدي متعه للمباراه. انا شفتها في ليبيا بصراحه كان حاجه كانت حاجه بتدي المباراه شكل مختلف تماما. واتمنى ان شاء الله للجمهور ده اولا يكون ليه تاثير ايجابي على اللعيبه. قررت 20,000 متفرج بدايه من المباراه القادمه، يبقى تاثير ايجابي للعيبه. ثانيا مش عايزين اي خروج عن النص. احنا لما بنعمل خطوه زي او الاتحاد قررت حاجه زي دي، مش عايزين اي بقى خروج عن النص عشان ما نرجعش تاني الموضوع من اوله. اتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع الانديه المصريه باذن الله كابتن. احنا كنا متخيلين الدوري كان هيبقى احلى من كده كابتن السنه دي، يعني لا على الاقل بعد البدايه دي يعني، او بعد في الاول ما نبتدي اليومين اللي فاتوا صعبه كابتن، صعبه برضو فورمه المباراه لسه برضو اكيد يعني غياب فتره طويله. لا يعني الناس قالت بقى الرابطه زي ما حضرتك قلت كده، الرابطه وكذا وكذا، فكان ده عامل شكل كويس. اكيد اكيد، بس ما زي ما بقول لك البونت، البونت حاجه صعبه جدا، كله قلقان. لو انت شايف الوقت الفرق فرق البنات قليل، اللي بيكسب مباراه، اللي الاسماعيلي كسب المباراه اللي فاتت بقى كان في المركز اللي قبل الاخير، دلوقتي بقى في مثلا في ال 13 14. اللي بيكسب 3 بونت بيروح في حته ثانيه، يكسب ماتشين ورا بعض بيروح في حته ثانيه خالص. فكله كله صراع البونت بقى حاجه صعبه جدا. في 15 مركز 15 بالظبط كده. كان تحت خالص الاسماعيلي، كان متهيألي 18 او 19 المقاولين وفاركو. خش بقى دلوقتي فاركو المقاولين 16 18 على طول. بص يا كابتن هتلاقي الناس اللي الفرق اللي تحت دي هي اللي بتبدا تغير بالجهاز الفني على طول. أو شفت المقاولين على فكره، محمد عوده كان ماسك فرقه قويه جدا في ليبيا، الهلال الليبي من الانديه القويه جدا هناك، وساب ساب ساب عشان خاطر المقاولين، مع ان الهلال كان بيلعب في بطوله الكونفدراليه ومن الانديه الكبيره جدا هناك. هو اللي سابهم، هو اللي سابهم عشان يجي للمقاولين. طبعا بيته طبعا. وبرده كابتن الغربه صعبه برده، والدوري المصري مختلف عن الدوري الليبي. انا اسم محمد عوده برده لما بيتحط في الاسم في الدوري المصري طبعا حاجه كبيره جدا يعني بالنسبه له. هو مسك المقاولين كده وبيته وهو ابنهم يعني. فالصراع بالذات المؤخره الداخليه، مثلا كان هيثم شعبان، وهيثم جات له فرصه في العراق ساب الفرقه ومشي، لان كله قلقان. انت اي حاجه ترتبط بيك كمدرب انك انت بسبب مثلا تنزل فرقه دي بتاخرك قوي والله، بتاخرك جدا طبعا. مهما كنت انت عامل اداء وشكل وماسك. لا ليه كابتن ايمن الرمادي اسوان وراح مسك سيراميكا وخد بيها السي في بتاع كابتن ايمن برضو في الامارات يعني. في الامارات عامل سي في كويس، زائد ان اسوان عملت مباريات كويسه جدا. وكله عارف ان اسوان عندها مشكله ماديه في التدعيمات، هو ما عرفش يعمل تدعيمات التدعيمات اللي عايزها بالظبط كده. فالفرصه بقى اللي خدها مع سيراميكا، ما هو هي الواحد بياخد فرصه لا كده الناس واثقه فيه مثلا تدي له فرصه ثانيه. لو الفرصه الثانيه دي انت ما استغلتهاش، لا انت بتبعد قوي، بتبعد قوي. بتحصل مع حصلت مع مدربين كبار جدا والله جدا طبعا. لكن زي ما بقول لك الصراع السنه دي قوي جدا جدا، اذا كان في المؤخره او في مين اللي هينزل السنه دي يا كابتن هنا في الدوري؟ بص يا كابتن، انا اشتغلت دوري ممتاز، انا يعني من 2009 بشتغل في الدوري الممتاز المصري. اشتغلت مع الانتاج الحربي مثلا 5-6 سنين، واشتغلت سموحه مرتين، مره مع كابتن طارق يحيى ومره مع كابتن حماده الصدقي. اشتغلت الشرقيه في الدوري الممتاز، واشتغلت بتروجيت سنتين. فعشت التجارب دي. اول السنه بتبقى عارف ان في 6 فرق هم دول اللي بيصارعوا. 5 فرق بس هو فاركو، فاركو السنه دي فاركو يعني. انت كنت حاطط من الستة دول فاركو مثلا؟ لا ما كنتش حاطط فاركو خالص يعني. انت بالعكس كان يحط الجونه مثلا، تحط الجونه بالظبط، الجونه مش جونه ماشيه رابع، الجونه والداخليه. كل سنه تحط كده الجونه والداخليه، الفرق اللي هي اللي صعود بدايه المحله. هم الثلاثه دول بدايه كل دوري طول كده. البلديه عامل ماتش جدا جدا، واخد اعتقد نقط. تحط لنا يا جماعه البلديه اخر مباراه كسب فيوتشر، كسب فيوتشر بالظبط كده. يعني مباراه الجونه عامل انجازات كبيره جدا مع كابتن علاء. كابتن علاء بيعرف يشتغل بالفرقه دي كويس يعني. تحت لما تلاقي فاركو داخليه، وكان البنك الاهلي، والبنك الاهلي بقاله سنتين ثلاثه مع انه بيجيب صفقات، اعلى صفقات صحيح، واحسن صفقات، وعامل ماتشات كويسه مع طارق. على طارق لما جه طبعا، اكيد، بس هم اتاخروا شويه. كان المفروض من بدايه الموسم كان طارق يمسك، او اي اللي هم عايزين طارق خلاص كان جابوه اول موسم. هو اللي يعرف يختار صفقات، هو اللي يعرف يشتغل يعمل فتره اعداد. لا بس عنده صفقات جيده الحقيقه جدا. من احسن الانديه بتعمل صفقات. البنك الاهلي، وبعدين سيراميكا من اكتر الانديه بتعمل صفقات كويسه جدا صح. فالسنه اللي فاتت سيراميكا كانت في نفس المشكله والبنك الاهلي، ولحقوا نفسهم في الاخر. لكن ما اعرفش ايه السبب اللي في البنك الاهلي بيحصل كل موسم بالشكل ده.
عندك لعيبة، عندك سكواد على أعلى مستوى، إذا كان لعيبة أساسية، إذا كان احتياطي، عندك سكواد كبير. يعني أي حد بيلعب تلاقي الدكة بره احتياطي لا تقل عن اللعيبة الأساسيين. ما أعرفش إيه السبب، يعني غريبة جدا يعني. عندهم كم كبير من اللاعبين اللي يقدروا بالظبط يعني يعملوا يحطوا فرقه ثانيه خالص، يحطوا فرقه صح صح. يعني بالسكواد اللعيبه دي لما تيجي تشوفها هنقول ايه؟ لا الفرقه دي هتنافس على الرابع السنه دي. اه صح، المربع الذهبي. طب انت السته اللي كنت حاططهم مين بقى؟ السته لو اتكلمنا في الاول انت كنت حاطط جونه داخليه اكيد، بلديه داخليه والبلديه تمام، ماشي ثلاثه زي كل سنه، بس بينفذوا بيجروا منهم الجيش ها والاسماعيلي. الاسماعيلي برضه بيعدي لا الاسماعيلي يعني لسه بس الجيش معدي. الجيش معدي، هم خمس فرق دول. دول اللي بي يعني كل سنه تلاقيهم تك تك مره. بلدياتي الاقرب ايه بقى من وجهه نظرك؟ وجهه نظري اقرب إيه؟ طبعا دلوقتي احنا شايفين يعني قول الداخليه تمام ماشي، الداخلية البلديه عامل ماتشات كويسه وبيكسب كابتن اسوان السنه اللي فاتت عمل نفس الشكل ده بتاع البلديه زي بالظبط. الدور الاولاني عملوا ماتشات كويسه جدا في تدعيمات يناير، ما عرفوش يجيبوا لعيبه كويسه فاللعيبه وقعت. فدي مهمه جدا ان هم يكونوا لعيبه. انا نفسي بصراحه تجربه بلديه المحله تنجح لانها تجربه شابه من احمد عبد الرؤوف. بصراحه احمد عبد الرؤوف ومصطفى الشامي الحقيقه الاثنين بالظبط كده يعني. اللعيبه عندهم غيره على نفسه اولا، ثانيا انا عملت تجربه زي دي شويه 2009 مع الانتاج الحربي كابتن طارق يحيى، كان فرقه لسه صاعده وكل الفرقه اللي شفنا الانتاج الحربي ده هينزل اول سنه. رحنا عملنا فتره اعداديه ماتشات وديه في اسكندريه، كان ساعتها الاكاديميه البحريه بقى كان كل الفرق هناك. يقول لك الفرقه دي اول فرقه هتنزل ليه؟ كنا جايبين اللعيبه اللي ماشيه من كل الانديه ما بتلعبش. محمد ثابت صاروخ كان اصابه بقاله سنتين ما بيلعبش. فؤاد سلامه لا ده بقاله سنة. انا فاكر ان ساعتها يعني خدته رابع تقريبا، خدنا سابع او سادس حاجه كده، عملنا مباراه على اعلى مستوى وخرجنا من الدور قبل النهائي من النادي الاهلي في كاس مصر، فعملنا مباراة على أعلى مستوى. فليه؟ لأن كل واحد فيهم كان بيحفر اسمه من جديد، عنده دوافع جديدة. أهم حاجة في لعيب الكورة الدوافع، أنك تخلق طبعا نفسك دوافع عشان تحط نفسك أولا كفرقة، تحط نفسك أنت كنفسك أنت كلاعب عايز تبقى فين. فلعيبة البلدية كلهم محدش لما تيجي تسمع أسامي أو أسامي جديدة على الدوري المصري صح؟ كله دلوقتي بيحفر اسمه عشان عايز السنة الجاية مثلا اللي عايز يروح نادي الاهلي، اللي عايز يروح نادي الزمالك، اللي اسمه تردد في بيراميدز، كل واحد. كابتن طارق استغل الموضوع ده. كابتن طارق يحيى. كابتن طارق يحيى استغل القصه دي وجاب بقول لك مجموعه والله العظيم فعلا يعني مش عايز اوصف لك. اللعيبه كانت كنا قلنا لا احنا مش ممكن يعني اكيد هننافس. فعلا اول مباراه كانت لينا مع المصري بورسعيدي، كسبنا المصري 2-0. فدي كانت مش مصدقين بقى. طبعا طبعا طبعا. انا عايز اقول لك انا بالنسبه للموضوع ده كنت الجهاز الفني كابتن طارق يحيى، طارق مصطفى وانا. فطارق انا وطارق مصطفى اجمعنا انا هو طارق، الواد ثابت صاروخ مش شايف فتره الاعداد كلها والله العظيم. ثابت صاروخ اولا كان في انبي مكسر الدنيا بس اصابه قعدت سنتين. قلت له يا كابتن قول له يا كابتن طارق، يا كابتن طارق ده مش شايف. كابتن طارق هادي قوي يعني بص لنا كده عامل كده بس انت نقعد نزن تاني نزن. المهم خلاص الصفقات عدت وخلاص وبدأنا اول مباراه، وجي اول مباراه لعب محمد ثابت صاروخ، عايز اقول لك احسن لاعب في المباراه مكسر الدنيا. رحنا لكابتن طارق ونقول له كابتن احنا اسفين. طبعا والله فعلا لا الكوره والدوري ده في حاجات كتيره جدا. وبعد كده بقى راحوا المقصه بعد كده خسروا ده المقصه. واحنا بنتكلم كده 23 ام بي 21 زد 21 بيراميدز 19 الجيش عامل الجيش عامل مباراة كويسة جدا. الجيش سموحة 18 مصري 17 اهلي 14 من 8. عدد المباريات بتختلف يا كابتن. طبعا بقى سيراميكا كليوباترا 14 الجونة 14 تخيل 14 من 10 ماتشات 13 المودرن فيوتشر بلدية المحلة 13 زمالك 11 ناشونال البنك الاهلي 11 الاسماعيلي 11 مقاولين 7 الداخلية 7 ثم فاركو 5 نقاط. يعني بصراحة جدول غريب قوي والله يا كابتن، جدول غريب جدا. ما هو كل فرقة مثلا كل فرقة المركز الأخير عنده 5 بونت بيفضل يبص إيه المركز الإيه اللي هو لغاية العاشر. هات لي كده الجدول الثاني هتلاقي مثلا 11 مثلا ممكن في ماتشين بس مين يجيب ماتشين ورا بعض؟
مين من الفرقتين من الفرقه دي يكسب ماتشين ورا بعض؟ صعب جدا. صعب جدول. هات لي من تحت يا سمير. صعب يا كابتن قوي ان فرقه من تحت تكسب ماتشين ورا بعض. الاسماعيلي كسب المباراه اللي فاتت. انت مثلا لغايه بص ادي المصري الاهلي سيراميكا كليوباترا دي 14 بعد ال 14 دي يعني في 11 لا 13 برضه بعيد. المودرن فيوتشر دي ده بعيد 13 ايه بلديه المحله. وشوف بلديه البلديه كابتن بص لعب 11 من اول ال 11 بص كابتن طبعا الزمالك طلعه بره بص كابتن لعب كام مباراه؟ 11 مباراه. صح. البنك الاهلي لعب كام؟ 13 مباراه برضه. اللي لعب كتير الاسماعيلي لعب 11 مباراه وعنده 11 بونت. كل بقى الفرق اللي تحت اهو لاعبين 11 مباراه عندهم ماتشين عشان ممكن يعدوا البنك الاهلي. لا يعني خلي الزمالك طلع الزمالك بره. البنك الاهلي بنك الاهلي لعب ماتشين زياده عنده 11 يعني بونت. الفرقتين الثلاث فرق دول لو لعبوا كسبوا ماتش من الماتشين خلاص هيعدوا البنك الاهلي وتحت فانا قصدي اقول لك انه في الاخر 7 7 5 7 7 11 11 11 كل دول شغالين في بتاع على الزمالك يا طلع الزمالك بره اللعبه. فبالتالي انت كده بتتكلم عن دوري غريب بصراحه. دوري هو المستويات متقاربه جدا من اول المركز الاول العاشر لغايه الماتش. تلاقي سلم الموسيقى فرقه تنزل فرقه تطلع. لكن اللي هيعاني السنه دي الداخليه طبعا فاركو باين والمقاولين. المقاولين السنه دي المقاولين هيعاني جامد جدا. المقاولين برده ما جابش الصفقات اللي هي تحسسك ان هم يقدروا. مع انه في اول السنه كابتن شاوي غريب طبعا جاب معاهم صفقات كبيره جدا. والله يا كابتن احنا لعبنا ماتش ودي مع الفريق اللي بي لعبنا ماتش ودي لما كنا هنا في معسكر في مصر. لا برده يعني بعيد برده بعيد. بس هما بيحاولوا. محمد عوده بيهدي الروح للعيبه هيحاول. هما كل الفرق اللي زي دي يا كابتن بيفكر ان ايه يقعد عنده ماتش بكره المقاولين تيالي عنده ماتش صعب جدا. انا فاكر المقاولين مع فرقه مع الاسماعيلي. لا الاسماعيلي هيلعب على الزمالك. المقاولين هيلعب مع كنت لسه شايف الجد مباراه صعبه بكره فيوتشر. مباراه صعبه جدا. فيوتشر خسران لسه خسران من البلديه وجهاز فني تامر. بعد نجاحاته مع انبي عامل نجاحات ما شاء الله. كان في اول الدوري اول مباراه جاي له مع مودرن مع اول مباراه مودرن فوتشر مع البلديه. الثقه بقى راحت. بس عايز اقول لك حاجه خسر. مودرن مسك البلديه عمل عليها ماتش كويس جدا ولكن البلديه كسبت. التوفيق ما هي التوفيق. هو حظك يا كابتن تامر كان موجود في انبي صح ما شاء الله. جت بقى هي دي كده يعني ايه هي بتبقى عتبات. عتبات في الكوره عادي جدا وارد جدا انك انت عندك في العتبه دي انت ناجح وارد. لا ما هو وارد. بس يعني انا متاكد من نجاح تامر مع فيوتشر لان تامر مدرب كويس جدا ومعاه لعيبه طبعا سكواد على اعلى مستوى. خلينا نروح للمنتخب. والمنتخب مع بقياده كابتن حسام حسن بدا النهارده اولى مهمته. بنقعد اتفرج على مباراه زد والبنك الاهلي. هل من الممكن ان نجد اسماء جديده خلال الفتره اللي جايه على منتخبنا الوطني خصوصا في المعسكر القادم؟ سمعنا بعض الاخبار عن ان هو بيبعت بعض المدربين اللي بيثق فيهم علشان يسمع رايهم في بعض الاسماء في دوري المحترفين مثلا اللي هو دوري الدرجه الممتاز به. فهل من الممكن ان نرى ولا هي مجرد حلاوه روح؟ بص يا كابتن البدايه طبعا انت بتفكر في كل عندك بتقعد على ترابيزه بتحط خريطه لقدامك انت عايز تشتغل هتشتغل ازاي الفترات الجايه. وارد جدا بعد الاخفاقات اللي حصلت في وجوه جديده ممكن تخش. وانا شايف ان كان في وجوه جديده كانت ممكن تخش الفتره اللي فاتت. بس عدم الثقه في لاعب مثلا ما لعبش دولي هي دي صح. مشكله صح. لكن لازم هي محتاجه جرأة شويه. اوكي محتاج ان انا ادي حد واصبر عليه. لكن دي مش موجود اي مدرب بيجي حتى لو كان تتوقع نجاح كابتن حسام. والله كابتن حسام من الناس اللي بيشتغلوا وبيذاكروا وبيحفظوا وبيعيش الموضوع قوي. بس هو محتاج بعض الهدوء. أيوة. اللي احنا بنقوله من زمان. هو اسم كبير ونجم كبير. انا لعبت مع كابتن حسام وعاصرته كتير. هو كابتن حسام عنده بس مشكله عايز بس الغضب عنده يتظبط شويه. لكن هو في الطبيعي كبني ادم في الطبيعي ادم كويس جدا عنده روح عنده غيره. لكن لازم يتقبل في وقت من الاوقات يتقبل انا لو اكيد ما انت ما بتكسبش على طول. لما تخسر عادي جدا اتمالك في نفسي واخد الموضوع ببساطه وافكر في الجديد اشوف اخطائي ايه واعالج اخطائي. لكن كابتن حسام ساعات في اوقات من الاوقات بيحاول يعني بغصب عنه بيطلع ضيقه ما بيحبش يكتم ضيقته جواه فضيقته بتطلع عليه تطلع بره علينا مش تطلع فلما بتطلع دي ممكن بيحصل بعض التصرفات اللي هي ما تبقاش مستحبه. بس انا واثق تماما ان هو كابتن حسام اكيد التجربه دي كان مستنيها بقاله كتير جدا. وهو بصراحه كل الناس خدت فرصه كابتن حسام ما خدش فرصه. اتمنى ان احنا ندعمه وعنده فرصه قويه جدا. يعني شايف تصفيات كاس العالم انا شايف من وجهه نظري سهله جدا. بس اللي شفناه ببطوله افريقيا يخلينا نقلق صح. وده وارد جدا صح. بس على الورق لا ان شاء الله
بإذن الله الحاجة دي هتدعمه أو هتخليه يعني يقرب حاجات كتير جدا لو وصل كاس عالم بالنسبة للجمهور بالنسبة للمسؤولين. فأتمنى له التوفيق إن شاء الله يا رب. كابتن حسام من المديرين الفنيين الكبار، نتمنى له يا رب كل التوفيق، ومصر كلها في ظهره الحقيقة. ولكن زي ما أنا دايما بقول إنه كابتن حسام مصر كلها في ظهره، ولكن دي سلاح ذو حدين، لأنه في الوقت اللي مصر كلها تنتظر كابتن حسام حسن بنجاحاته، لو لا قدر الله حصل اي حاجه هتلاقي مصر كلها بتقلب عادي، ده طبيعي بتقلب، وده الطبيعي، وهذه هي كره القدم. نتمنى له يا رب كل التوفيق، واحنا كلنا دايما في ظهره. شكرا جزيلا يا كابتن احمد، وحمد لله على سلامتك، ودايما تنورنا. الله يسلمك يا كابتن، شكرا جدا. شكرا كابتن، شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن احمد عبد الفتاح. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاستاذ كريم سعيد. ازيك يا كيم؟ لا كابتن سعيد، بارك الله. الاستاذ احمد ثابت، انت بعد كده مش هقول لك يا دكتور، مش هتبقى فاهم يعني، انا مش هقول يا دكتور دي، لانه ما هو انت ازاي يعني دكتور وفي نفس الوقت تطلع على الهواء؟ فالناس بتسالني بقول لهم لا احمد يعني دكتور بس في الارقام. اخباركم ايه؟ الحمد لله كله كويس. تمام. طيب بدايه يعني مباراة الأهلي وشباب بلوزداد شفتوها إزاي في هذه الفترة الصعبة؟ طبعا فترة صعبة. أنا شايف أن النادي الأهلي افتقد لرتم المباريات، يمكن في الفترة الأخيرة كنا وصلنا لأعلى رتم في المباريات. أنا بكح يا دكتور، ممكن تجيب لي تصف اديني وصفة، اديني وصفة على الهواء. فطبعا يعني النادي الأهلي كان وصل لأعلى رتم مباريات أو أعلى فورمة مباريات في كاس العالم للانديه. فكنا وصلنا لفورمه كويسه جدا بدنيا، وحتى كنا اداء كوره كان متعه، وكان مستوى الضغط كان ممتاز. فتره التوقف كانت طويله بسبب طبعا بطوله كاس الامم الافريقيه، بالتاكيد عشان توصل لنفس الريتم ده مره واحده صعب. يعني زي واحد لسه سايب عربيته كده بقالها فتره ولسه هيبدا يدور يسخنها، وده اللي بيحصل بالظبط دلوقتي في الفتره الحاليه. طبيعي ان انت عشان تخش بدايه جديده الموسم، يعني يعتبر نص الموسم ولكن جديد. لسه بنسخن لسه. بس هي الفكره ان فتره التسخين دي جايه في ماتشات مهمه، جايه في ماتشات افريقيه مهمه، يعني شباب بلوزداد، بعد كده مديامه، بعد كده هنروح لنهائي الكاس، فهي جايه في فتره مهمه. لكن كتوتال المباراة فيها طبعا يعني بعض اللي فيها إيجابيات وفيها سلبيات زي أي مباراة بنتكلم فيها. لو نستعرض أرقام المباراة كده معانا برضو، الأرقام المباراة نبص عليها هنلاقي يمكن نسبة الاستحواذ للنادي الأهلي ما كانتش يعني الأرقام. طبعا شباب بلوزداد بما أن المباراة على ملعبه وسط جمهوره، فكانت الأرقام كانت بتشهد تفوق لشباب بلوزداد، يعني الاستحواذ 53% لشباب بلوزداد مقابل 47% للنادي الأهلي. التمريرات 495 لشباب بلوزداد مقابل 461 للنادي الأهلي. المحاولات 15 محاولة احنا 7. الرقم اللي كان سلبي قوي اللي هو المحاولات الصحيحة، احنا ولا محاولة صح على الجون طوال المباراة مقابل 5 لشباب بلوزداد. الرقم اللي كان إيجابي للالتحامات الثنائية، كنا متفوقين شوية في الالتحامات، احنا 46 مقابل 44 لشباب بلوزداد. بالتأكيد المباراة هنتكلم عليها دلوقتي بالأرقام أكتر ونشرح الإيجابيات فيها، ولكن أنا شايف أن واحدة واحدة تدريجيا بنرجع. مهم جدا أن أنت حافظت على الصدارة. لو نستعرض ترتيب المجموعة هنلاقي أن النادي الأهلي طبعا في صدارة المجموعة. مهم جدا أن أنت لسالك ماتشين، يعني لسالك مباراتين، وأن أنت يعني مباراتين طبعا صعبين مع ميديامة ومع طبعا يانج أفريكانز. ادي قدامنا ترتيب المجموعه. نقف بس شويه هنلاقي ان كل الفرق الاربع فرق لعبوا اربع ماتشات، مفيش فرقه كسبت ماتشين. كل الفرقه كسبت ماتش واحد بس. النادي الاهلي كسب ماتش، اتعادل 3. الفريق الوحيد اللي ما خسرش في المجموعه، ودي ميزه ان انت برضو حتى لو انت ما كنتش في حالتك ما بتخسرش. النادي الاهلي 1 فوز و3 تعادل، 6 نقط. الثاني شباب بلوزداد بعد هذا التعادل بقى في المركز الثاني بخمس نقط. المركز الثالث يانج افريكانز بخمس نقط، ميدياما 4. النادي الاهلي المباراه اللي هتكون فيصليه قوي بالنسبه له مباراه يانج افريكانز في القاهره، لو انت كسبت ان شاء الله هتضمن التاهل بنسبه كبيره جدا. لكن احنا بندور دايما على الصداره كنادي اهلي، نفسنا بقى ان احنا نتاهل ونكسب المباراتين الجايين، سواء ميدياما تروح ميدياما تكسبها هتكون ضمنت ان شاء الله التاهل باذن الله، والصداره كمان لما بعد كده لما تلعب ماتش يانج افريكانز التنزاني. ف
فترتيب المجموعه والفرص ان انت تبقى في الصداره، النادي الاهلي يبقى خمس بست نقط وشباب بلوزداد خمسه، ينج افريكانز خمسه، دي برضو حاجه حطت النادي الاهلي في موقف كويس يعني. طيب كريم، ابرز مكاسب هذه المباراه؟ طبعا النتيجه مرضيه للغايه، لان اكيد مباراه بعد فتره التوقف دامت اكثر من 45 يوم اكيد بتاثر على حاجات كتيره، حتى ايفن يعني التدعيمات برضو اللي حصلت في يناير برضو كولر ما كانش عنده القدره على الاستفاده منها اكثر من سبب، سواء الاصابه او سواء عدم القيد. بشوف مكاسب النادي الاهلي في واحد التعادل والحفاظ على الصداره، ده اهم مكسب. المكسب الثاني مصطفى شوبير. مصطفى شوبير كنا احنا عنده رقم مميز جدا جدا في المباراه، خمس تصديات في المباراه، يعني رقم اكيد بالنسبه لحارس واعي. كنا احنا طبعا اكيد حكمنا على مصطفى شوبير في ماتش الوداد في الفاينل السنه اللي فاتت، بس ده كان موقف اضطراري. المباراه دي يا كابتن اسلام انا بشوف ان مصطفى عنده ميزه فيها، ان هو داخل المباراه هو عارف ان هو هيكمل البطوله دي للاخر، يعني هو واخد الثقه يعني خلاص انا سيستمايزد جدا ومتسيستم ان انا ابدا العب بقى ايه، مش يعني مثلا لما بلعب بشكل استثنائي طبيعي 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 ما حدش يعني كل الناس هتفوت لي الخطا. ليه؟ لده استثناء وانا كنت غصب عني موقف اضطراري، انما لما انا العب مباراه في بطوله انا عارف ان انا هكمل فيها النهاية الوضع بيختلف، وبالتالي انا عجبني جدا جدا تحمله للضغط، عجبني جدا جدا ثباته الانفعالي. وكمان احنا ما بنلعبش فرقه قليله، واحنا حتى في الحلقه الاربعيه كنت بتكلم مع ثابت على حسين بن عياده، قلت ان حسين بن عياده هو افضل واحد في وجهه نظري، يعني هو افضل لاعب في الفريق ومصدر خطوره حتى اكتر من مزيان. هو حسين بن عياده تصويباته خطيره جدا وعرضياته، ومصطفى امانه تعامل في المباراه دي مع التسديدات من خارج منطقه الجزاء بشكل مميز. فالنادي الاهلي عنده اكيد دول في وجهه نظري ابرز مكسبين. اكيد طبعا كل الارقام سلبيه والشكل ما كانش افضل حاجه او حتى يوازي الشكل اللي احنا كنا مفنشين او واصلين له قبل التوقف الدولي، ده طبيعي وده هيحصل. خلي بالك التوقف ده هيحصل تاني عشان بس نبقى واضحين مع بعض، هيحصل من يوم 19 مارس او 18 22 لغايه اخر الشهر، اخر مارس ده من 28 صح، من 28 من 18 مارس هنرجع اعتقد يوم 30، هنلعب 30 او 1 ابريل، يعني بتتكلم في اسبوعين برضو مش كبيره، يعني اسبوعين برضو يا كابتن اسلام. معلش حضرتك كنت قادر عارفين اللي بيلعبوا كوره اول ما اقول لك بس اجازه 10 ايام انت ذهنيا خلاص انت بتخرج. فاحنا للاسف الموسم ده وتاني، ولو تفتكر الحلقه اللي كنا بنتكلم فيها ثابت على انهاء الدوري وقلنا صح. هنا الدوري ده يا جماعه استحاله يخلص قبل نص سبتمبر، ويتقال لا 30 يونيو وبعديها 30 يوليو وما اعرفش، ودلوقتي 15 اغسطس، الدوري ده مش هيخلص قبل منتصف سبتمبر، اعملوا حسابكم على كده. الدوري الجديد مش هيبدا قبل منتصف اكتوبر عشان نبقى واضحين مع بعض. ده مش هيخلص امتى؟ ده هيخلص بيقول اغسطس. لا اغسطس ابدا ولا يقدروا، ما يقدرش، ما ينفعش. هو بقول لك ينفع نبدا الجديد وندخل الجديد في القديم ويلعب الازمتنا في يلعب هم كمان هيأهلوا ينفع يلعبوا مؤجلات لا ونبقى زهقنا كده. المتأهلين لدوري ابطال افريقيا السنه الجايه هتتاخد من الدور الاول. لا بس في نقطه مهمه كمان السنه سايب الدور الاول بعد نهايه الدور الاول، فتره القيد. فتره القيد موضوع مهم جدا لازم يخلي بالك، كان زميلنا محمد سعيد كان اتكلم عليها، ده موضوع خطر جدا لان القيد هيفرق مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه في اخر السنه. يعني وقت النهارده هم وقت بيظبطوا مع المغرب ان احنا النهارده خلاص هنأجل كاس افريقيه شهر 8، والخطوه دي كويسه اوكي. طيب القيد بقى يا كابتن اسلام هنعمل فيه ايه؟ انا بقول لك زدت في ايدينا ونظبطها ممكن نعمل ايه بقى؟ نلعب اسبوع من القديم مع اسبوع زي الكاس. ايه رايك؟ ما احنا عملنا كده في الكاس. ما تيجي ما انا بقول لك ما احنا اهو هو الكاس اللي هنلعبه ده بتاع الكاس الكاس بتاع يوم 13 والله ما فاكر اقسم لا الجاي ده القديم عشان انت عارف ان انا النهائي ما بقتش ابص ما هو اصل هقول لك حاجه هتبص هتتلخبط. طب اقول لك هتطلع مش هتعرف الاعلام المصري هتقول لك ايه. طب والله اقول لك حاجه بس انا اسف مقطع والله فضل. الاعلام المصري في كاس افريقيا غلط في ايه؟ غلط في السنه بتاعه كاس الامم اللي هي 23 24 بسبب الناس ناسيه كل 23 مش 24 اي بالظبط. برضه هتلاقي الامر ده في كاس مصر. الكاس مصر الجاي ده نهائي وده بتاع ايه؟ السنه اللي فاتت. طب بقول لك زي ما بقول لك هل من الممكن ان احنا نلعب اسبوع السنه الجايه اسبوع واسبوع ونبقى نشوف بطل الدوري دي نظبطها مع بعض؟ ما هقول لك ايه بس والله الواحد وضع صعب ووضع سيء طبعا جدا. طبعا بس عشان ما حدش يدخلنا في الحاج عامر، الحاج عامر ملوش علاقه لان دي امور واضحه
اصل لا ما انت هتعمل ايه؟ لا لا خالص والله بص بص هو او غيره لا بلاش يعني كان المفروض يكون في حلول من بدري ورؤيه من بدري قال لا حلول. كنت تقلل عدد الفرق قلنا في الاول قلنا في الاول يعني تقلل عدد الفرق ما رضيوش تلعب او كلامك معتين ولا ده اترضى ولا ده توافق هو معلش معلش يا جماعه خلينا برضو نتكلم منطقي تمام انا دلوقتي راجل عندي مسؤول انا رئيس الاتحاد جميل واملك القرار مين يملك القرار رئيس الاتحاد مجموعة العمل أي. رئيس الاتحاد ومجلس ادارته يملكوا القرار فهيعملوا ايه؟ هيروحوا يقولوا يا جماعه احنا خدنا قرار بان احنا الانديه بدل هم 18 هنخليهم 16 او بدل ما هم مجموعه هنعمل مجموعتين. ما هي الانديه اللي ما بتوافقش، الانديه اللي بتقول والشركات الراعيه هي اللي ما بتوافقش على ان احنا نغير. ماشي بس انت دلوقتي اتزنقت زنقه سيئه للغايه ان انت هتضطر النهارده. عايز اقول لك حاجه بقى اتفضل، وده ليس دفاعا عن عامر حسين. الحاج عامر اول ما في اول السنه قال الكلام اللي انت بتقوله ده. صح ايوه امانه صح معلش يعني حصحص طلع وقال لا حص يا جماعه حص وهنا معايا في التليفون حص لما جبناه معانا ايوه حصحص إيه؟ ايوه صح قال لي يا كابتن اسلام حص احنا عرضنا على الانديه ان هي تلعب مجموعتين الانديه واحنا قلنا مجموعتين ساعتها في الحلقه اللي كان فيها الانديه رفضت ايوه صح صح وقلنا نقلل عدد الانديه الانديه رفضت وبالتالي انا يعني انا كمسؤول اعمل ايه؟ معلش برضه كابتن اسلام يعني خلينا برضه ايه نتكلم خلي بالك ما انا كنادي برضه ما انا لازم ارفض بيني وبينك يعني لانه عدد المباريات الاكثر هيجيب لي رعاه اكثر هيجيب لي فلوس اكثر هيجيب لي بتاع اقدر اصرف على فرقتي اقدر اعمل يعني برضه هتتحسب ازاي يا كريم برضه؟ لا انا بشوف معلش برضه كله يضحي كان لازم لا ما هو في الاخر في حد هيخسر ما انت هتعمل ايه؟ ما ده كله هيخسر كل الانديه هتخسر انت النهارده اهو احنا النهارده خلاص رسميا يا جماعه الموسم ده مكمل معانا انا مش هحلف مكمل معانا المنتصف سبتمبر ما حدش هيقدر يخلص نص اغسطس ده مستحيل ما فيش وقت احنا لسه النهارده احنا اسبوع لا خلي بالك بقى ما هو نص اغسطس زي نص سبتمبر زي نص اكتوبر مش فارقه لا هتفرق لا تفرق في ايه هتفرق يا كابتن اسلام في ايه ان انت مش السنه الجايه عندك كاس امم كاس ايه كاس امم السنه الجايه في نهايه السنه في كاس امم في نهايه والله في كاس امم في المغرب في الصيف في 2025 وعندك كاس عام الانديه اكيد للنادي الاهلي في شهر 6 في امريكا تمام يعني شغلي فالموسم برضو عندك مضغوط السنه الجايه الموسم الجاي عندك مضغوط طيب اهم حاجه في الموسم ده ايه حاجتين فترات القيد ان انت اللي بتحدد صحيح مش انت بتخش على السيستم وبتقول فتره القيد الاولى يا دكتور ثابت من يوم كذا ليوم كذا فتره القيد الثانيه من يوم كذا ليوم كذا تسمح تجاوبني بقى وتقول لي يعني خبرتك الطبيه هنحط المواعيد دي ازاي؟ ازاي النهارده احنا الموسم الجاي يا كابتن اسلام الموسم هيبدا شهر 11 لان الانديه لما هتخلص الموسم ده هيقول لك انا عايز ارتاح ما تجيش تديني اسبوع اجازه وتقول لي ارجع العب الدوري الجديد بعديها باسبوع ما عنديش ما اقدر حق اللعيبه حق اللعيبه انها ترتاح ممكن كنا نعمل موسم استثنائي مجموعتين حتى هو الشركه الراعيه عايزه النادي الاهلي السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت هجيب لكم الحلقه بتاعتي انا وحضراتكم نفس الحلقه نفس الكلام نفس الدايره نفس الاسلوب نفس الدايره كل حاجه بلاش حلقتي في موسم واحد بلاش حلقتي هاتوا حلقات اي برنامج رياضي موجود في مصر بنفس الحلول ونفس الكلمات والراجل نفسه اللي هو المسؤول الحاج عامر حسين طلع وقال يا جماعه يا اما هنعمل كذا يا اما كذا يا اما هيبقى عندنا مشكله فطلع عندنا مشكله فما نجيش دلوقتي نقول يا طب عندي فكره حلوه اتفضل والله عندي فكره حلوه جدا هزار ولا جد لا والله جد اقسم بالله طيب. دلوقتي احنا عندنا امر واقع صح الدوري ده خلاص احكام مكملين لنص سبتمبر ماشي ومع نص سبتمبر خيبك يا كابتن اسلام هيبقى نهايه ما خلينا نقول نص اغسطس لا لا اسمعني بس اسمعني بس هقول لك ليه طب انا هقول لك ليه انا هقول لك ليه اذا كان النادي الاهلي لعب 6 ماتشات يا عم الحاج الاولمبياد من يوم 29/7 يا سيدي صلي بينا على النبي يعني انت هتوقف فتره الاولمبياد مستحيل يا كابتن اسلام وبعدين الاولمبياد بعد الاولمبياد في البارالمبيكس زي قبل كده النادي الاهلي لعب لعبته في الاوركاد في الاولمبياد وكملوا خلينا نتكلم بصراحه الاولمبياد من نهايه يوليو يعملوا كده نهايه يوليو لغايه نهايه اغسطس وبعديها البارالمبيكس بتبدا من نهايه اغسطس لغايه منتصف سبتمبر أوكي. تمام انا بقول لحضرتك اهو منتصف سبتمبر الدوري هيخلص وهيجي معاه انتخابات اتحاد الكوره عشان واضحين والله انا بقدم دلوقتي حل اهو حل الكره المصريه طيب بنهايه الدوره الحاليه وبنهايه البارالمبيكس ومع قبل الانتخابات طبعا اتمنى احنا دلوقتي نصير اعمال زي ما اتفقنا احنا دلوقتي مسيرين للاعمال مفيش اي حد ياخد قرار في اتحاد الكوره نتمنى ان احنا واحد نشوف وجوه جديده في اتحاد الكوره من يديره الكره المصريه اثنين مع الوجوه الجديده اللي تيجي اعمل الدوري الجاي انت مجبر
تعمله مجموعتين. النهارده احنا النهارده كام في التاريخ؟ ثانيه واحده ثانيه واحده. النهارده 18 في اليوم الجديد ان شاء الله. نعم. الحلقه بتاعت الاسبوع اللي جاي. أيوة. انا هجيب لك كلامكم. جميل. هو نفس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده السنه اللي فاتت في نفس التوقيت ده. انت احنا بقى بنوثق الحلقه دي. ما هو دي موثقة عشان شهر 9 زي ما السنه اللي فاتت موثقه. طيب عشان الموسم الجديد بس 18 فبراير. الحلول واضحه ولكن ما هو بيجي انا ما هو ما تزعلش مني. اتفضل. انا كمسؤول ما هو انا عايز اوصل معاك للحل. انا كمسؤول يا ثابت انا دلوقتي الكلام اللي كريم بيقوله ده مظبوط 100%. كل الناس عارفه ان الكلام اللي بيتقال ده هو الصح، ان احنا نلعب سنه يبقى فيها استثناء لكل حاجه بقى، سواء تقلل عدد الانديه، سواء مجموعتين. تكتر تعمل مجموعتين، سواء ليها الحلول معروفه وواضحه. انا كمسؤول اعمل ايه؟ انا بعرض على جمعيات العموميه اللي هي النادي الانديه 18 نادي بتوع الجمعيه العموميه بتوع الرابط صح؟ اه. فالانديه بتقول لا، او نادي يقول اه وبقيه الانديه تقول لا هكذا. المهم يعني بيبقى اغلب الانديه مش موافقه على هذا. كيف اتصرف؟ لا هم يعرضوا على الانديه والانديه ويفهموهم. على فكره اخطر حاجه السنه دي على كل الانديه الاصابات. هو كام لعيب مصاب دلوقتي من النادي الاهلي ولسه 11 ولسه ما كملناش، لسه ما وصلناش نص الموسم. ده انت في نص الملعب اصلا واقع عند كل اللعيبه، يعني اغلب اللعيبه واقع. انت عندك مروان عطيه الماتش الجاي مش موجود، وديانج مصاب، وكوكا مصاب، وبيرسي تاو مصاب، والشناوي مصاب، وكريستو مصاب. ده اللي انا فاكره. فيه ناس تانية كمان مصابه، واحمد عبد القادر يعني كل الناس دي مصابه يعني في الفتره دي. ولسه وسام ابو علي اتصاب ولسه راجع. فانت كل ده في اخطر حاجه هي الاصابات. واكتر نادي بيتضرر هو النادي الاهلي. ليه؟ لان النادي الاهلي اكتر نادي في مصر عنده لعيبه في المنتخب. عنده 9 او 10 لعيبه في المنتخب كل فتره، غير بيرسي تاو وديانج ومعلول وسامه، ويعني واللعيبه الثانيه يعني كريستو لو راح المنتخب. فاكتر نادي مضر هو النادي الاهلي. فلازم الاتحاد الكوره ورابطه الانديه لما تقعد مع الانديه تشرح لهم الكلام ده. يا جماعه لو حصل ان ده لازم يبقى موسم استثنائي. واعتقد الانديه لو اتقال لهم الكلام ده بالرؤيه دي ان لازم يبقى فيه موسم استثنائي زي الدوري التونسي. ما الدوري التونسي يتلعب مجموعتين بقاله سنتين، بيتلعب مجموعتين. الدوري البلجيكي فتره من الفترات في السنين اللي فاتت كلها كان مجموعتين. وناخد نموذج من النماذج دي ونطبقه. ليه؟ هتخفف عليك كتير جدا وهتريح اغلب الانديه، خاصه الانديه الكبيره اللي هي بتلعب في اكتر من بطوله، هي اكتر انديه مضروره، هي اللي لعبتها دوليه. وندي حل تاني، ممكن تلعب دور واحد وبعد الدور الاول. حبيبي ما الحلول موجوده يا كريم. واتقالت 100 مره، ولكن بس المجموعتين يا كابتن اسلام اكتر عدد. افرض الانديه قالت لا، ما بقاش ينفع تقول لا. ما بقاش ينفع خلاص. ما الموسم ده على فكره بالمنظر ده انا شايف ان هو 1-10 كمان. انا والله شايف ان هو مين النادي الاهلي. لو حد عايز يزود يتفضل معانا. النادي الاهلي، هل النادي الاهلي هيقبل يلعب بدون لعيبته في الاولمبياد؟ يعني النادي الاهلي يا جماعه. طيب. خلي بالك اكتر نادي مضرور في وسط الهيصه دي كلها هو النادي الاهلي. سواء يعني لا مش ضرر، ولكن هو فعلا اللعيبه كلها في المنتخبات سواء الاول او الاولمبي او الشباب. وبالتالي فانت هتبقى عد هنا كم لاعب وهنا كم لاعب وهنا كم لاعب، وبالتالي انت هتبقى عندك فتره. بلاش دي الفرق اللي بتصارع الهبوط. لو فريق فيهم عنده ماتشات مؤجله مع الاهلي او الزمالك، يعني مثلا الاهلي عنده لعيبه متاخده في المنتخبات المنتخب الاولمبي هو الزمالك، فالاهلي والزمالك يقول لك لا مش هنلعب غير لما نجيب لاعبتنا، فالماتشات بتاعتهم هتتاجل. في بقى ماتشات ثانيه بس الفرق اللي بتلعب دي منافسينها الفرق اللي اتاجلت لهم ماتشاتهم مع الاهلي، فيقول لك لا انا اسف تكافؤ الفرص صح. انا مش هلعب صح. هنخش وحقه ليه؟ لان الهبوط انت عايز تبقى تكافؤ الفرص لكل الفرق تلعب في نفس الوقت. فهي نفس الفكره يا كابتن اسلام، انت مجبر على الحل اللي احنا بنتكلم او بنقوله اهو، بنوثق 18 فبراير السنه الجايه يا جماعه مع ان شاء الله باذن واحد احد الوجوه الجديده لاداره الكره في مصر. يا ريت انا ما اعرفش اساميهم هم مين. يا ريت بعد اذنكم السنه الجايه نغير سيستم الدوري، لان احنا مجبرين السنه الجايه عندنا استحقاقات كتيره سواء على مستوى الانديه او سواء على مستوى المنتخبات. ونتمنى فعلا 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 احنا عندنا اهو فرصه ان احنا نعوض اللي حصل لنا في كان كوت ديفوار بان احنا نقدم مستوى وشكل افضل ان شاء الله في كاس امم افريقيا في المغرب الصيف الجاي. طيب بعد الجاي طبعا اللي بعد اللي جاي حاليا هنكمل كلامنا ولكن نطلع فاصل. لكن اخيرا قبل ما اطلع فاصل، مودرن فيوتشر بيعلن غياب مروان محسن عن صفوفه للاصابه بقطع في الرباط الخارجي للركبه اليسرى. الف سلامه مروان، وان شاء الله يرجع لمودرن فيوتشر بالف الف سلامه. مروان من اللاعبين الرائعين والمحترمين الحقيقه، للواحد عمره ما سمع عنه غير كل خير. نتمنى له رب دوام التوفيق، ان شاء الله يرجع بالف سلامه لفريقه.
هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل كلامنا مرة أخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. ثابت بتقول لي عندك بعض الارقام الخاصه ببعض لاعبي النادي الاهلي. معانا الاول تقييم لعيبه النادي الاهلي قدام شباب بلوزداد بالدرجات. طبعا. هنقول كل واحد اخذ كام. يمكن مصطفى شوبير الاعلى تقييم للنادي الاهلي قدام شباب بلوزداد اخذ 8.1 نجيب التقييم. ياسر ابراهيم اخذ 7.3، محمد عبد المنعم 7.5، محمد هاني 7.1، علي معلول 6.9، مروان عطيه 7.2، أكرم توفيق 6.9، وإمام عاشور 6.6، حسين الشحات 6.4، طاهر محمد طاهر 6.6، مودست 6.9. فالأعلى تقييم يعتبروا الثلاثة مصطفى شوبير ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، دول أعلى تقييم. نخش في أرقام مصطفى شوبير اللي يستحق بصراحة أن هو النهاردة أنت بداية صناعة حارس جديد للنادي الأهلي، دي مهمة جدا. بدأ ياخد الثقة، دي حاجة مهمة، ان بعد الغلطة اللي حصلت في مباراة مودرن فيوتشر بيعوضها في مباراة صعبة قدام جماهير زي الجماهير الجزائرية، قدام فرقة زي شباب بلوزداد الضغط كله عليه. فالنهاردة ارقام مصطفى شوبير هو بيتصدى للتسديدات 5، منهم 2 من داخل الصندوق انسايد ذا بوكس، ابعاد الكرة بالبوكس، ودي على فكرة حاجة بينت ان هو بدأ ياخد الثقة من الدقيقة 54 بالظبط في الكرات العرضية مرتين. التمريرات عمل 26 تمريرة منهم 19 صح، دقة تمريراته 73%، عمل 12 تمرير طولي منهم 5 صح، وأخذ تقييم 8.1. نجيب الحالات بتاعت مصطفى كده. الحالة الأولى معانا صور الحالات الفنية، هنلاقي يمكن إن مصطفى في كذا كرة تصرف فيها بشكل كويس، دي يمكن واحدة من الكرات. أحسن حاجة في مصطفى في الماتش ده إن هو كان مركز بشكل كويس جدا، عنده تركيز. دايما الحارس توقيت ومكان، اخترت التوقيت الصح والمكان الصح. بص هنا ممكن بعض الناس تحس ان الكور سهلة، بس احنا جايبين اكتر 3 كور اللي كانوا فعلا صعبين. هو التايمنج، التوقيت والمكان بتاع مصطفى هو اللي ادى احساس للناس ان الكرة سهلة، بس توقيته وتركيزه قدر ان هو يطلعها بمنتهى السهولة. هات اللعبة التانية، هنا برضو لعبة باكورد من المهاجم، كانت ضربة ركنية اتلعبت باكورد، قدر مصطفى شوبير يطلعها ويتعامل معها بثبات، عنده ثبات، عنده رؤية وتركيز بشكل كويس جدا. هات اللعبة الثالثة، أصعب لعبة في الماتش، هنا اللي هو اسمه بالخير محمد إسلام بالخير، عدى من هاني وأخدها، لا رجع ثواني. هنا أي حارس ممكن يقول إنه هيلعبها في البعيدة ببطن رجله مثلا في المقص في البعيدة، لكن وعشان كده هو محمد بالخير لعبها في القريبة، فتحرك بشكل كويس جدا ومركز ولعبها له كمل. هات اللي بعدها، لعبها في القريبة قدر. هات اللي بعدها كمان، هتلاقي مصطفى نزل لتحت بشكل كويس جدا وقفل الزاوية. عارف لي برضه ان هو عنده ميزة في الريفلكس، سرعة رد الفعل عن مصطفى شوبير مميزة جدا، ودي نقطة كابتن اسلام بتبقى موهبة لا تعلم. يعني هو رد سرعة رد الفعل عنده بصراحة في كرات كتيرة كانت ممتازة، والكرة دي بصراحة بتثبت النقطة دي. صح، مكسب للمباراة. نكمل بقية المدافعين بقى. ياسر ابراهيم اكد ان روي فيتوريا ايه؟ قاعد يقول لك الساعة السويسرية ولا مش عارف ايه السويسرية، ده طلع ياسر ابراهيم اللي هو السويسري كله. ده مشكلة كمان ان هو ما شافش ده، يعني دي مصيبة بجد. يعني مدير فني منتخب مصر وياسر ابراهيم مش بيتكلم الماتش ده، ده ياسر ابراهيم بالظبط بقاله مش اقل من 4 أو 5 شهور افضل مدافع مساك في مصر. مساك يعني واضحين جدا افضل مساك في مصر، ان انت اصلا تستبعده تحطوش وترجعه بعد اصابة اسامة جلال اضطراري، دي بصراحة حاجة. مع ان فيتوريا يا كابتن سام يعني مثلا على مستوى تقييم اللاعبين المفروض ان انت ملهاش دعوه انت منتخب او نادي، ده عينك. صح صراحه حاجه غريبه. يمكن ياسر ابراهيم هو اللي لمس الكره 71 مره. انا بشوف ان الثنائيه دي متكامله، واحد بيلعب بالعقل شويه كورته حلوه زي محمد عبد المنعم بيتمركز بشكل كويس حلو قوي، وجنبه ياسر ابراهيم هو اللي هو الرجوله الحماس اللي بيلتحم. يعني كان بيلعب عليهم وامبا مهاجم بيلتحم في الهواء، كان دايما بياخده ياسر، ومحمد عبد المنعم هو اللي بيعمل التخطيط. وامبا ابو 21 سنه صح؟ ابو ايه رايك تلعب 21 سنه؟ لعبت 21 سنه بس انا مصر. هات الارقام بس من اولها نرجع. هنلاقي لمس الكره 71، عبد المنعم طبيعي ان هو هيلمس الكره اكتر لان هو عنده البناء احسن من ياسر، بس التشتيت عند ياسر احلى. يعني شتت الكرة 8، محمد عبد المنعم 5، البلوك ياسر 2، منعم ولا مرة، الانترسبشن التدخلات الدفاعية محمد عبد المنعم 4، ياسر 2،
التاكلينج الصحيح، دقة التمريرات 78% لياسر إبراهيم مقابل 94% لعبد المنعم. كورته كرة عبد المنعم أعلى من ياسر، لكن ياسر مثلا عمل تمريرات طولية 11 تمريرة طولية من تحت، محمد عبد المنعم كان واحدة بس. الالتحامات الهوائية 5 من 7 لياسر، ده دليل ان هو كان بيروح دايما مع وامبا وبيسيب عبد المنعم، كان بيسيبه هو اللي يروح في الالتحامات اكتر. عبد المنعم 1 من 1. التقييم محمد عبد المنعم واخد 7.5، ياسر ابراهيم واخد 7.3، فالاثنين قدموا اداء كويس جدا مع مصطفى شوبير. طيب كريم محمد هاني وجبها اليوم. محمد هاني عايز اتكلم عليه بصراحه، عشان برضو انا بكل امانه والله انا فعلا بحس ان محمد هاني يعني بيقدم جهد ما بيبخلش باي شيء. مركز محمد هاني يا جماعه مركز مش هين، والمركز ده بيحطوا فيه تجارب كتير. وانا عايز اتكلم على لقطه كان يعني معظم السوشيال ميديا بتتكلم عليها والناس كانت بتنتقد محمد هاني فيها، اللي هي الكره كان طالع من الجبهه اليمنى في الشوط الثاني وكان علي معلول بيشاور له ان هو فاضي فكان مستني التمريره. الكره دي ببساطه لازم تعرف حاجه، ان اللعيب داخل الملعب ممكن ما يبقاش اصلا عينه او الفيجن بتاعته ما جابتش الناحيه الثانيه. برده بكل امانه الكره انه يعمل التمريره لعلي معلول برده انا كنت حاسس ان هي مش سهله. هي مش صعبه قوي، لكن برده هي مش سهله. بس أنا محمد هاني برده معلش اصل هو الباك رايت تحديدا. نعم. يا كريم اي لازم الاستوبر اللي معاه والديفندر والجناح، لو الثلاثة دول هو هنا والثلاثة دول مش معاه بيبقى عنده مشكلة، ومشكلة كبيرة جدا 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 جدا، لأن هو آخر واحد بيبين. صحيح. حتى لو جاي عليك 2 أو 3 ممكن في بعض الأوقات زي ما شفنا يعني للأسف معناش الفيديوهات لأنه كنت أقدر أجيبها، لكن احنا أنا شخصيا وأنا قاعد عمال أقول يا جماعة يعني قربوا شوية من هاني. يعني هو على رأيك يعني في بعض بعض الكرات مصدوم فيها ظلم مبين ظلم واضح بصراحه. لا بصراحه لا، والغريب بالنسبه لي الامانه بنقعد فتره هو فاهم بيعمل حاجات كويسه جدا ما حدش بيتكلم غريبه جدا فنسكت، وفجاه اول ما اوكي انا هنيجي اتفقنا في غلطه عملها او ما يعمل غلطه هوب يلا نهبش فيه. لا الامر ده بصراحه امر صعب، امر صعب. حتى بصراحه الحاله هي لا بامانه يا كابتن اسلام في بعض الكرات ما ينفعش تتشرح على صوره انها بتبقى ظلمه. لا بالظبط، لازم نجيب الفيديو للاسف عشان تتشاف. للاسف صح. انا في كام كوره يعني ممكن مثلا يجي اوفر يرفعه طبعا لو كان رفعه كان يبقى احسن من كده 100 مليون مره، ولكن يا جماعه في الكرات تحديدا الدفاعيه دي لو 2 جايين عليا وانا ما وجهتهمش صح او مش موجهتهمش صح، انا ممكن اوجههم للحته اللي انا عايزها وهم يبقوا اذكى، هم يبقوا اقوى، هم يبقوا اسرع، هم يبقوا اكتر اي حاجه. يعني ما انا في اغلب الاوقات ممكن باك رايت يلعب ويلعب عليه 2 بس يبقى مقفل عليهم واخدهم لبره دايما. صح. عامل حاجه. صح. لكن محمد بيقفل لجوه وبيقفل لبره وبيفتح لقدام وعايزه يهاجم وعايزه يرفع اوفر وعايزه يرجع كل ده مطلوب ولكن مفيش مشكله خالص. في بعض الكرات ظلم واضح. وكمان نقطه مهمه قوي، انت لازم في ماتش زي ده بالذات احنا كل من قبل المباراه كلنا حضرتك تفتكر الحلقه اللي قبل الماتش احنا قلنا لو احنا رحنا الجزائر ورجعنا بنقطه التعادل يا ثابت مكسب. ليه؟ لان الوضع بتاعنا بصراحه ما يخليناش نحط ضغط على اللعيبه. صح، برافو عليك. انها تكسب ماتش صعب بصراحه. واقول لك بقى حاجه كمان يا كابتن اسلام، دخول عمر كمان عبد الواحد الفتره الجايه ان شاء الله شوفوا اداء محمد هاني لما نعمل جبهه مثلا لما باذن الله ربنا يكتب لنا المباراه دي ونلعب سان داونز في اي وقت من دوري اكيد ان شاء الله هنلعبهم يعني في دوري افريقيا سواء بقى دور 8 سيمي فاينل او فاينل البطوله باذن الله. يعني اداء محمد هاني في المباراه دي بالذات لما بشوف الجبهه اليمنى بشوف محمد هاني وقدام عمر كمال. هو الجناح كمال مش مقيد. نعم اسف بتكلم عن الموسم الجاي يعني. المباراه دي بالذات دي واحده من المباريات اللي انت مش عايز تلعب فيها بجناح هجومي صريح، انت عايز تعمل جبهه. يعني مثلا انا اسف والله في مصر مثلا نادرا ما هتحط محمد هاني وعمر كمال لان الدوري المصري لحد ما الدنيا في الوقت الحالي هاديه. في افريقيا لما اروح للوداد او اروح لسان داونز دايما هفكر على جبهه يمنى دفاعيه. محمد هاني لما يكون معاه واحد بيرجع على طول وبيشيل معاه ايوه هنا نقدر هيوفر له هو صح عندك حق، ولكن خلي بالك انا برضو في بعض الاوقات أي. في بعض الاوقات
خلاص، كنت دايما اقول للي بيلعب قدامي ايه، اقول له ما ترجعش، حتى لو انا عليا اتنين انا بعرف يعني، انا بعرف يعني اي باك رايت يعني ممكن يعملها، مش بس مش كل الناس خلي بالك يعني ايه، في بعض الاوقات ممكن تيجي تقول لك ايه يا بركات خليك انت مش عايز ما ترجعش، عايز اكسب مثلا، خليك انت واقف قدام مالكش دعوه انا هتصرف في بعض. اه والله في بس بعض، لما يكون معاك لعيب ارتكاز كويس، يعني لعيب ارتكاز فايق في حاله. ما هو انت ماشي. هي المشكله في الماتش ده الصراحه ان محمد هاني اتظلم عشان اكرم ما كانش في حالته وطاهر ما كانش في حالته بمنتهى الصراحه، فالناس كلها اخذت هاني هو كبش الفذا عشان محمد بالخير رايح عليه وعمال بيرقص ولوحده والباك ليفت كمان طاير في ظهره. يا ريت يا سمير لو بتجيب لنا اللقطه اللي جابها ثابت من شويه للكوره، كان بيتكلم عليها من حته التصويب على مصطفى شوبير في اللي هي الاخيره الحلقه الثالثه اللي هي تعال نبص هنبص على حاجه بس لمحمد هاني والله بس كده جت يعني صدفه يعني هو داخل معاه لجوه واحد جاي من وراه واحد جاي من وراه بص الجبهه بص عامله ازاي هو فعلا لوحده يعني خلينا يا جماعه دي اساسيات كوره الوضع ده اصلا كتيم غلط يا ثابت اصلا لا بس خلي بالك كان بيتكلم كان معاه محمد شوقي معاه حسن مصطفى معاه حسام عاشور كان معاه انا ما بتكلمش على نفسي بس انا بتكلم بشكل عام ان في باكات رايت تقول لك ايه انا هقف اظبط انا 2 3 بقى انا هعرف اظبطها انا بدماغي فاهم لكن هنا انت عشان محمد يعني بيبقى دايما محطوط تحت ضغط فعايز يطلع يهاجم عايز يطلع يعمل اوفر مظبوطه على دماغ اللعيب فبتطلع قد كده لا انا بقول له تخلص من كل هذه الضغوط هاني تخلص من كل هذه اعمل الاوفر اللي انت بتعمله هاني هتلاقيه رايح صح لانه انا بشوف ان محمد عنده اوفرات جيده جدا طاهر مثلا في المباراه دي بيبذل مجهود وبيجري وبيعمل وبيروح وبيجي وبيعمل الكره مش ماشيه فما فيش مشكله انا بقى ككابتن فرقه هنا في التوقيت ده اقول انا هقف اقفل الحته دي بعيدا عن موت نفسك اتعب شويه اكرم نفس الكلام كلهم جنب بعض طاهر شكله الكلام احلى كابتن في عمق الملعب الكلام دايما لازم يكون بينهم وبين بعض ما فيش حاجه اسمها ان انا ايه ابقى واقف كل واحد في حاله وكل واحد بيبص لنفسه بس في هذه المباراه عموما يعني عشان بس نفهم محمد هاني والنقطه دي بس انا هضيفها قبل ما ثابت يقول رايه في النقطه اللي معاه بصراحه انا دايما بشوف بكل امانه يعني طاهر محمد طاهر انا شفت شكله بصراحه في عمق الملعب حتى لما لعبها في المونديال الانديه كان افضل بكتير واحنا بصراحه اتكلمنا عليها كتير يعني ان طاهر لما بيلعب تحت المهاجم بيلعب في عمق الملعب طيب. وعنده حريه افضل بكتير ما بيلعب على الطرف الحلول بقى لتغيير لعدم وجود مروان واليو ديانج وكوكا انا عندي اكرم توفيق عندي بس رساله صغيره لاكرم تحديدا انا سمعت اكرم من في فتره التوقف كان طلع في احد البرامج كان بيتكلم ان هو مش مرتاح قوي في مركز وسط الملعب ان هو عايز يلعب باك رايت انا بقول له لا يا اكرم انت لعيب كبير ولعيب النادي الاهلي ولعبت في منتخب مصر وانس ان انت جالك فرصه في اي مكان في النادي الاهلي قاتل على المكان ده قاتل انت عندك دلوقتي فرصه عندك في اتنين ناحيه اليمين هاني وعمر كمال عندك فرصه حلوه ان انت اصلا ترجع مركزك الاساسي اللي انت كنت بتلعب فيه اللي هو وسط الملعب على فكره اكرم ما كانش عايز يلعب باك رايت يعني يوم ماتش الاهلي والترجي هذكره بحاجه يوم ماتش الاهلي والترجي هو ما كانش عايز يلعب باك رايت وموسيبيتسو موسيماني جه قبلها بيوم قال له انت هتلعب باك رايت عشان يقفل الجبهه على حمدو الهوني والماتش ده اللي عمل من اكرم توفيق باك رايت النادي الاهلي وعمل باك رايت منتخب مصر دلوقتي انت عندك الفرصه ان انت تلعب في وسط الملعب ليه بقى ان انا حاسه ان هو مش مرتاح لا طالما جات لك الفرصه وبتلعب مركز 8 في النادي الاهلي طيب ده مكانك الاصلي قاتل عليها لان انت فرصتك دلوقتي في اصابات كتير وانت عندك الورك ريت بتاعك من احسن اللعيبه في النادي الاهلي في الحته دي صحيح فعندك الامكانيات كلها ان انت تقاتل في الحته دي مين الحلول السؤال بتاع حضرتك اللي ممكن تحل في وسط الملعب اكرم توفيق وعندك كمان السولية وعندك طبعًا. انا شايف ان السولية وامام عاشور الاثنين دول لو في حالتهم احسن 2 8 في مصر عمرو السولية وامام عاشور صحيح السولية بخبراته بس يجيب فورمه لانه بقاله كتير بيلعب مثلا هيجيب فورمه لازم لازم يلعب 60 في 70 دقيقه هتلاقي السولية وامام عاشور لازم يجهزوا خاصه كمان عشان ماتش نهائي الكاس قدام نادي الزمالك يبقى عندك السولية عندك امام عاشور في ظهرهم مروان عطيه هيدوك حلول كويسه بشوف كمان قفشه في الحته دي ممكن تستخدمه في بعض الوقت لما تكون عايز تستخدمه قفشه 8 قفشه 8 وامام عاشور المشكله مش في 8 المشكله في 6 مروان عطيه بالنسبه لبديله لا هيبقى انا شايف ان رامي ربيعه ممكن يخش في الحته دي
ربيعه ربيعه كده مركز 6. لا كوكا المفروض راجع امتى كده؟ لا كوكا برده كوكا مش هيلحق الماتش الجاي، ما اعتقدش هيلحق الماتش الجاي. فانت عندك ربيعه في الحته يعني انت دي. عندك في هذا ثلاثي انا ما اعرفش هيرجع هيلحق ولا لا، ولكن عندك ديانج وكوكا ومروان. صعب. لا ديانج صعب. صعب. ديانج وكوكا ومروان دي الثلاثه دول مش موجودين، وكوكا رامي ربيعه فما فيش غير يا رامي يا اكرم يا اكرم يا ربيعه يا اكرم في مركز 6 في الحته دي هيبقى ربيعه. لكن 8 الاقرب بقى يا السوليه وامام يا مجدي وعلى فكره ممكن واحد زي كريم فؤاد، ما انت برضو ممكن في بعض الغيابات ممكن في بعض الغيابات تفكر في حل مختلف. ايوه ما انت فكرت في كريم جناح بس كريم ونجح نجح يلعب واكرم اكرم لعب باك رايت ازاي؟ ما اكرم كان وسط ملعب برضو. صح. طيب برضو عايز اعرف اداء من تقييمكم للمباراه اللي جايه ازاي؟ تقييمك للمباراه اللي جايه طبعا مباراه ميدياما اكيد مباراه مهمه، اعتقد ان شاء الله احنا شفنا مستوى ميدياما هنا في مصر، وكان طبعا ابرز لاعب عندهم جونسون سوا لغايه لما طبعا اتفاجئنا بخبر ان هو اوريدي طلع للاهلي ولا النصر. النصر الليبي. النصر الليبي اعاره 6 شهور. لا مش اعاره، 3 سنين. لا لا اعاره اعاره بقى، ده الراجل بيقول لك طلع رئيس النادي بيقول انا عايز من الاهلي مليون دولار عشان ابيع جونسون سوا، فانا اعتقد طلع اعاره يعني مش هيبيعه. قريت ان هي 3 سنين قبل ما نفهم. لا ما اعتقدش، رغم طلعوا اعاره 6 شهور هيسوقوا. لا اعاره بيقول لك 3 سنين ب 500,000 دولار 3 مرات بس. ده كان لسه على احد يعني احد البرامج الرياضيه يعني، يعني بغض النظر مش هيختم مش هيلعب الماتش الجاي هيحلها كمان 3 سنين يعني هنشوف هنعمل ايه كمان 3 سنين. يعني خروج جونسون سوا من ميدياما بيخلي الفريق بصراحه بكل امانه فريق متواضع للغايه، هو ده كان لعيب لو تفتكره. مش عارف بقى انا شخصيا لا انظر لهذه الامور ولا اعترف بمثل هذا الكلام، هو حر انت قول اللي انت عايزه. لكن انا بقول لك انا لا اعترف بمثل هذا الكلام خصوصا بعد اللي شفناه في كاس الامم الافريقيه. ماشي بقى بتكلم على فيه احنا تجد موزمبيق كسبان منتخب موزمبيق مع احترامي الشديد يعني كسبان مصر 2-1. ده منتخب يا كابتن اسلام، ده كان دافع النادي بعيدا عن المنتخب ونادي، انا اقصد ان يعني الواحد اتعلم من حاجات كتيره جدا. بس اوكي لكن وجهه نظرك مش قصدي اكيد اللعيبه انا شايفه صعب كمان اللعيب يكفي ان انت اللعيب الابرز عندهم خلاص خرج حقيقي. وبالتالي هو كان هو لو تفتكروا كان هو الليفت وينج بتاعهم، وبالتالي احنا ان شاء الله نقدر يعني نسعى ان احنا نأمن 3 نقاط عشان نأمن الصداره. تقييمك للماتش ونلعب اخر ماتش قدام ان شاء الله باذن الله نكسب مباراه ميدياما. بشوف طبعا خروج جوناثان سوا المهاجم الغاني ده كان لسه كان في قائمه منتخب غانا يعني كان في الاحتياطي وكده، فبالتاكيد لما يخرج من الفرقه هيأثر عليهم هجوميا. شايف ان هي فرصه لينا كويسه ان احنا نركز. الفرقه دي مشكلتها حتى انت هم بالنسبه لهم بيلعبوا النادي الاهلي فعايزين يسوقوا نفسهم فهيلعبوا اكيد ماتش قوي جدا، فاحنا محتاجين نكسب. أوكي. نفسي نكسب عشان نوصل للصداره. لما بتصعد اول هتفرق معانا كتير وهتريحنا بعد كده ان شاء الله، مش كل سنه بقى نفضل لغايه اخر ماتش، نفسنا نوصل صداره بدري. اكتب تشكيله كريم عبد الله بنتفائل قواصيف والله لا ما لهاش علاقه بالتفاؤل والتشاؤم. طيب الاهلي يلعب ازاي بسرعه يا كريم؟ كريم واحمد التشكيل اهو مش هيختلف اعتقد مصطفى شوبير مش هيختلف. ايه ده عندنا غيابات عندنا غيابات كتير قوي مش هيختلف ايه برضه مش هيختلف. ياسر عبد المنعم، محمد هاني، علي معلول، خط الوسط اكرم، مروان عطيه و مروان مش هيلعب. مروان مش هيلعب الماتش ده. ثلاث انذارات. ثلاث انذارات صح. كده هنضطر اكرم و امام عاشور والعب بقفشه. امام وقفشه وقفشه واحط قدام طاهر و هكمل بمودست وحسين الشحات نفس الثلاثي واشوف بقى. طبعا لسه هنشوفه طبعا يعني في كلام ان وسام ممكن يلحق، هيتعمل له اختبار طبي واعتقد بس بيرسي تاو برضه ما اعتقدش هيلحق مش هيلحق الماتش ده. فهنلعب بالثلاثي ده ووسام لو قدر ان هو يخش في اطار المتاح. قول لنا تشكيل في اطار المتاح لغايه لما نشوف يوم الاربعاء ممكن تلاقي اسماء كتيره اتغيرت. مصطفى شوبير في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم اثنين مساكين، محمد هاني ناحيه اليمين وعلي معلول ناحيه الشمال. انا بشوف ان ربيعه يلعب سته هيديك حل كويس جدا وتبدا تجهزه ان هو يخش في وسط الملعب للماتشات الجايه. ربيعه يلعب سته وقدامه قفشه وامام عاشور. انا محتاج اثنين لعيبه كوره كويسين قدام فرقه زي دي يسهلوا لي الماتش. اللي قدام انا شايف رضا سليم عودته مهمه قوي قوي ويديك سرعات في بره ملعبك. رضا سليم، حسين الشحات، واسامه ابو علي لو جاهز. وسام ابو علي ده اكتر لعيب هيفيدك في ماتشات بره ملعبك لان هو عنده سرعات خبيته ممكن يجيب لك ضربه جزاء شرس. لو وسام ابو علي ان شاء الله هيبقى جاهز برده. ممكن كهربا وممكن مودست على فكره برده من اللعيبه معلش اللي ما اتكلمناش عليها، من اللعيبه اللي اتظلمت في ماتش اللي هو الماتش الاخير
بتاع شباب بلوزداد. ليه؟ انا بشوف ان مودست من اللعيبه ما جاتلوش عرضيات عشان الناس تقيمه او تقول. انا شايف ان مودست بيجيب فورمه بدنيه كويسه قوي وبيلعب براسه حلو قوي. يمكن الفرصه يمكن فرصه واحده جاتله لعبها براسه بشكل كويس. انا شايف ان مودست بصراحه برضو من اللعيبه ان شاء الله اللي هتظهر بشكل كويس في الموسم ان شاء الله. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. زي ما قلت لحضراتكم مباراه صعبه وكالعاده ستظل مثل هذه المباراه بالنسبه لي انا على الاقل صعبه جدا، صعبه في جوها، صعبه في كل حاجه الحقيقه. حتى لو افضل لعيب في ميدياما خرج من نادي ميدياما، ولكن تظل مثل هذه المباريات صعبه فعلا يا كريم. زي ما كريم قال ان هي بالفعل هي فريق اقل منك فنيا، زي ما شباب بلوزداد اقل منك فنيا، ولكن دايما بقولها المستطيل الاخضر دايما بيبقى مختلف تماما. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في هذه المباراه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا احمد على وجودك معنا. توفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كريم، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.